صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا فسادة وصباح يوم جديد يا رب يوم جديد ويا رب يعني يحمل كده إيه حاجات كويسة لكل المصريين إن شاء الله أكيد إن شاء الله. كلنا يمكن من ضمن اللي أنت بتقوليه تابعنا باهتمام كبير من امبارح الترشيحات الخاصه بالساده الوزراء الجدد اللي هيقودوا اليمين الدستوري النهارده امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وده وفقا لمصادر حكوميه مطلعه لقناه اكسترا نيوز ابرز الترشيحات دي شملت اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجيه مع ضم حقيبه الهجره الى وزاره الخارجيه شملت ايضا اختيار الدكتور اسامه الازهري وزيرا للاوقاف والدكتوره مايا مرسي وزيره للتضامن الاجتماعي كان في ترشيحات كثيره بالفعل يا مصطفى ومن ضمن الترشيحات دي كمان اختيار الدكتور شريف الشربيني وزيرا للاسكان واحمد كوجوك وزير للماليه واختيار شريف فاروق وزير للتموين وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجاره الخارجيه ولو ركزنا هنا هنلاحظ ان في دمج لعدد من الوزارات زي مصطفى كان لسه بيقول وزاره الخارجيه انضم ليها حقيبه الهجره وده في اطار توجيه رئيس الجمهوريه بتطوير السياسات الحكوميه لمواجهة التحديات اللي بتواجه الدولة وفي عدد من الوزارات تم اضافه لهم حقائب جديده. عايز اقول لك ان ده برضه نتاج للحوار الوطني اللي تم واللي شمل اراء عدد كبير من القوى السياسيه من الاحزاب من الشخصيات العامه من الاكاديميين من الاعلاميين من الحقوقيين الحوار الوطني اللي كانت نتيجته اختيارات ربما هتصب ايضا في نتاج الحكومه الجديده. طبعا اولويات الحكومه الجديده هتركز على عدد كبير من الاهداف منها الحفاظ على محددات الامن القومي المصري في ضوء التحديات الاقليميه والدوليه منها ايضا تعزيز ما تم انجازه في ملفات الامن والاستقرار ومكافحه الارهاب منها ايضا وضع ملف بناء الانسان المصري على راس قائمه الاولويات مبادره حياه كريمه طبعا وخصوصا فيما يتعلق بملف زي ملف الصحه او ملف التعليم مبادره التامين الصحي الشامل او ما يحدث في ملف التعليم طبعا ده غير تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني وفيما يتعلق أيضا بالوزارات الدينية تطوير الخطاب الديني المعتدل اللي حيأتي على رأس قائمة أولويات هذه الوزارات يعني كمان من القطاعات المهمة جدا واللي هيتم التركيز عليها بشكل كبير في الفترة اللي جاية مصطفى هي القطاعات الاقتصادية اللي هيكون الاهتمام هيكون كبير جدا بها في الفترة الجاية الحكومة الجديدة ستعمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق تطوير شامل لكل القطاعات تغيير التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادة دور القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق النهاردة هنتابع مع حضراتكم كل التطورات الخاصة بملف التشكيل الوزاري الجديد في خلال الحلقة فتابعونا مرة تانية بنصبح على حضراتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر نصبح على حضراتكم وخلينا برضو نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة وباقي المحافظات صباح الخير يا هالة يا صباح الفل والسعادة يا مصطفى ويا بسنت وصباح الفل والسعادة على كل اللي الجو حر طبعا حر الحقيقة بس هي المشكله يا ان في رطوبه فالرطوبه دي هي اللي بتزود من احساسنا كده بضرب الحر يعني درجتين ثلاثه على العموم احنا هنبدا مع حضراتكم دلوقتي جوله كده في احوال المرور وبعدها نظره سريعه لاحوال الطقس دلوقتي هنبدا جولتنا المروريه بشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه بسيطه مكمله لحد ميدان العباسيه لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات نسبيه اما لو رحنا عند كوبري الجلاء فهنلاقي ان في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه عند كوبري المطار كمان في كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه متجه للفنجري ونفس الامر اعلى كوبري المطاريه للقادم من الكابلات بيشهد نفق الازهر دلوقتي انتظام في حركه المرور للقادم من صلاح سالم الى ميدان الاوبرا والعكس كمان ظهر انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر بالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطمة يكون فيه سيولة مرورية كبيرة بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغايه القصر العيني وبعض الكثافات في محور النصر لغايه المنصه وشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين ومنها طبعا ميدان التحرير وروكسي وربع العدوية نروح مع بعض للجيزة هنلاقي ان شارع فيصل بيشهد كثافات مروريه وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركه السيارات بدات تظهر بعض الكثافات في منطقه مشعل وكمان في كثافات كبيره من شارع ال والحد الطلبيه وايضا للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني وشارع فيصل بمنطقه الطوابق حتى العشرين. بالنسبه لطريق المحور فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه بسيطه قبل محور ميدان لبنان اما المتجه لاكتوبر فهيكون في سيوله مروريه هنروح لشارع السودان امام محطه مترو الجامعه هنلاقي ان في كثافات مرتفعه للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان يفضل التوجه لمحور عرابي وكذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني وكمان في كثافات في محيط ميدان النهضه وصولا لاشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي في كثافات متوسطه للمتجه من الاقاليم وصولا للمهندسين في كثافات كمان في محيط كوبري احمد عرابي بسبب الاصلاحات تعالوا نروح مع بعض محافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، هنلاقي إن فيه سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، لما نوصل هناك هنلاقي إن فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري. آه، كمان فيه سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظة أسيوط. وهنكمل جولتنا المرورية ونروح لإسماعيلية لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك فيه سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع ستة. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جوله سريعه عن احوال الطقس، النهارده الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء مع استمرار ارتفاع في نسب الرطوبه زي ما اشرنا وده هيزود من احساسنا بحراره الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجه الحراره في القاهره النهارده هتكون 37 واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 43 واقل درجه حراره في مطروح 32 درجه، طبعا تفاصيل الطقس كلها موجوده معانا بس بعد شويه. سيد رئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وده لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكد حرص الدوله المصريه على ان يكون الساحل الشمالي هو الوجهه التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف اجهزتها من اجل تعظيم قطاع السياحه واتاحه عدد كبير من الغرف الفندقيه والسياحيه في هذه المنطقه لمضاعفه اعداد السائحين القادمين الى مصر أخبار كثيرة حصلت امبارح، الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة، ومؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون اللي بتربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، وأيضا في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الإفريقي. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي موسع بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده للاعلان عن تفاصيل مشروع ساوث ماد في منطقه الساحل الشمالي الغربي بشراكه استثماريه جديده بين الحكومه والقطاع الخاص واكد رئيس الوزراء حرص الدوله على ان يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهه التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف اجهزتها لتعظيم قطاع السياحه واتاحه عدد كبير من الغرف الفندقيه والسياحيه في هذه المنطقه التي من شانها ان تسهم في مضاعفه عدد السائحين القادمين لمصر لافتا الى انه بالنظر للظروف المناخيه لمنطقه الساحل الشمالي ولطبيعه ارضها فانها ستكون واحده من اهم المناطق التي من الممكن ان تستوعب عدد كبير من حجم الزياده السكانيه في مصر خلال الفتره القادمه امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم وشركة الاهلي سيرة للخدمات التعليمية بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربع نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر واللي بتجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ممثلي تحالف سينغ في فيليبس وجيلا في اطار استعراض عدد من المشروعات الجديده المقترحه وعبر مسؤولو الشركات عن شكرهم لرئيس الوزراء على اتاحه هذا اللقاء لعرض اربع مشروعات جديده مقترحه للتحالف باستثمارات 100 مليون دولار في اطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه لمصر والعمل على توطين مختلف الصناعات تماشيا مع توجهات الدوله في هذا الشان. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم تزامنا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك ان الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه التقى جان بير لاكرو وكيل سكرتير عام الامم المتحده لعمليات حفظ السلام خلال زيارته الرسميه لمصر تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وأيضاً دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مهام قوات حفظ السلام في ضوء الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ فض النزاعات والتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بالنسبة لأخبار المحافظات في سوهاج تم بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دار السلام الزراعي الشرقي أما في شمال سيناء فقد أطلقت مبادرة حياة كريمة مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية كمان في كفر الشيخ تم تشغيل العيادة المتنقلة المجانية بمصيف بلطيم وفي البحر الأحمر تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية وفي الغردقة <applause> محافظات مصر شهدت امبارح اخبار كثيره فقنا اعلنت المحافظه عن انخفاض معدل المواليد خلال النصف الاول من عام 2024 مقارنه بعددهم خلال النصف الاول من عام 2023 ب 3867 مولود ونجحت المحافظه في تحقيق نتائج متقدمه في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقله وقوافل الصحه الانجابيه والتوعيه باهميه تنظيم الاسره في سوهاج أعلنت المحافظة عن البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سوهاج دار السلام الشرقي في إطار خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وده رفع كفاءة الطريق الحيوي والهام اللي بيشهد كثافة مرورية يومية وبيشمل المسافة من مدخل قرية عرب العطيات البحرية وحتى محور دار السلام كمرحلة أولى بطول 4.5 كيلومتر وبتشمل الأعمال توسعة وإعادة رصف الطريق في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم الأربع عن مدينة الباجور وقرية شوبرا زنجي من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 الظهر لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وأهبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. في شمال سينا أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي على أهالي المحافظة شملت مراكز رفح والشيخ زويد والحسنة ونخل والعريش وبئر العبد ورمانة وجرى توزيع اللحوم وفقا لقواعد البيانات المتوفرة في كل محافظة لتصل لكل قرى سينا وتهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجا بما في ذلك المرضى والمسنين والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة. في الشرقية أعلنت مديرية الطب البيطري الانتهاء من فحص أكثر من 4000 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري وده بالتعاون بين إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات. في بورسعيد نفذت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي حملتها الميدانية للمرور على عدد من المناطق السكنية وتوزيع إنذارات تنبيه بسرعة سداد متأخرات إيجارات الوحدات السكنية بعدد من مناطق الحي. وده في إطار حث المواطنين على سرعة سداد هذه المتأخرات وعدم تراكمها وحيث تم تخصيص فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعة داخل نطاق الحي لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية والمحلات تيسيراً على المواطنين في كفر الشيخ أعلنت مديرية الشؤون الصحية بدء تشغيل العيادة المتنقلة المجانية ضمن فعاليات القوافل العلاجية للتأمين الطبي بمدينة نصيف بلطيم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتزامن مع موسم صيف 2024 وبتتمركز العيادة المتنقلة بمدينة نصيف بلطيم ومواعيد عملها من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً. في البحر الاحمر بدأت مدينه الغردقه تنفيذ خطه شامله لتطوير المناطق العشوائيه وبتشمل مناطق العرب وجبل العفش وزرزاره لتوفير حياه كريمه للمواطنين وسط توجيهات حكوميه حثيثه للاسراع بتنفيذ هذه المشروعات وبتشمل اعمال التطوير تركيب بوردرات وانترلوك ودهانات واناره للمناطق القديمه. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقيه فقرتنا. ونسبح على حضراتكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة منار صباح الخير على حضرتك أستاذة هاله وصباح الخير على كل الساده المشاهدين اهلا بك اهلا بحضرتك يمكن من الملاحظ ان لسه في وجود يعني للرطوبه او احساس بالرطوبه وده بيزود من احساسنا بالحر او بتحس ان درجه الحراره اعلى درجتين ثلاثه طمنينا طيب اخبار الجو ايه النهارده؟ هو طبعا بالفعل يمكن في ارتفاع في نسب الرطوبه مع كمان استمرار ارتفاع قيم درجات الحراره اليوم وحتى ال 72 ساعه اللي جايه هيكون في مزي. من الحراره لان احنا طبعا بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط فتحمل بكميات كبيره من بخار الميه فبالتالي ده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه في الجو. م. كمان بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات طلع اشعه الشمس بشكل كبير. حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض فده بيزود احساس في ارتفاع قيم درجات الحراره بشكل كبير اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 37 درجه مئويه لكن طبعا محسوسه المواطن هيحسها ما بين 39 ل 40 درجه مئويه وجود نسب رطوبه بالفعل في الجو مم. بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من القيم المقاسه بحوالي من درجتين لثلاث درجات احيانا في الاماكن الساحليه ممكن توصل لاربع درجات مم. لان الاماكن الساحليه بتكون هي الاعلى في نسب الرطوبه اللي بتتجاوز احيانا ال 85 و90% في, في سواحلنا الشماليه وكل ما تقدمت للمحافظات الداخليه نسب الرطوبه بتقل بشكل تدريجي لكن مم. هي في اغلب المحافظات الشماليه نسب الرطوبه مرتفعه وده كمان اللي بيزود بالفعل احساس بارتفاع قيم درجات الحراره مم. اجواء اليوم هي اجواء شديده في الحراره رطبه بالفعل في المناطق الموجوده في القاهره الكبرى للصعيد المناطق كمان الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد فيما عدا الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط لان العظمى فتره النهار في الاماكن الساحليه ما بين 32 الى 33 درجه مئويه محسوسه توصل ل 36 درجه مئويه فبالتالي اجواء حرة رطبه فتره النهار. هنيجي <applause> كمان على فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعاً بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره لكن احنا فترات دي هيكون في اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير في معظم المحافظات، حدوث سرعات الرياح أو اعتدال سرعات الرياح يخلينا نحس بنسب الرطوبة الموجودة في فترات الليل، ويخلينا نحس إن قيم درجات الحرارة مرتفعة، خاصة إن عظمة الرطوبة بتكون فترة الليل، يعني قيم درجات الرطوبة أيه. المرتفعة بتبقى فترة الليل، وفترة الليل أيضاً هي أجواءها مائلة للحرارة الرطوبة، وده في معظم المحافظات، باستثناء بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية، الارتفاع ده بيكمل معانا لحد ملحوظه يمكن كمان ذروه الارتفاعات هتكون غدا الخميس ان شاء الله العظمى على القاهره الكبرى من 38 الى 39 درجه مئويه محسوسه طبعا تتجاوز ال40 درجه مئويه بس احنا بنأكد على كل السيده المواطنين خطوه الصيف يعني في ارتفاع في قيم درجات الحراره وكمان ارتفاع نسب الرطوبه غير كمان ان احنا خلال هذه الايام قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. فمهم جدا بناكد على كل الساده المواطنين لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات صغيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر لان الفتره دي شده الاشعه الشمس تكون عاليه بشكل كبير وبيسبب قيمة درجه الحراره العظمى فانا لو مضطر ابقى موجود في الشارع في الفتره دي لازم يكون معايا غطاء لراس يحميني من اشعه الشمس عشان ما احسش بمزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. طبعا انا تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات طويله وعدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار مهم كمان ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم طبعا الميه انا حتى لو مش عطشان أشرب ميه مهم كمان الملابس تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون مهم كمان ان احنا نتواجد في اماكن جيده التهويه ده ممكن يساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل والنوع كمان ان اعتدال سرعات الرياح ده هيكون على البحرين الاحمر والمتوسط لان احنا الفتره اللي فاتت كان في ارتفاع امواج على البحر المتوسط الحمد لله اصبح معتدل ارتفاع امواج في البحرين ده يتجاوز 200 متر مؤهلين لتنفيذ اعمال السرير والبلاحة البحريه واعمال التنزه نقدر نستمتع بالاجواء في فصل الصيف لكن ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان وزي ما اكدنا اهمها ان فتره الظهيره بقدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مستمر. صحيح نصائح مهمة جدا بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهارده. القاهرة متوقع فيها العظمى تكون 37 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 37 و 25 الإسكندرية 33 و 23 والعالمين الجديدة 32 22 مطروح 32 و 23 ودمياط 32 24

الفيوم 37 24 وبني سويف 38 24 الوادي الجديد 41 25 واسيوط 40 25 سوهاج 41 26 وقنا 42 29 الاقصر 42 29 واسوان 43 29 دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده ودلوقتي عوده مره ثانيه لمصطفى وبسانتو متابعه فقره صباح الخير يا مصر شكرا ليك يا هاله شكرا بسانتو شكرا ليك ظاهره فلكيه نادره هتحصل النهارده من خلال اقتران القمر مع كوكب المشترى في مشهد ضوئي يشاهد بالعين المجرده وهيكون ظاهر هذا المشهد البديع في سماء مصر وفي سماء الوطن العربي طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه صباح الفل على حضرتك واهلا بيك صباح الخير على حضرتك استاذه بسنت واستاذ مصطفى اهلا وسهلا هي بس بحب اصلح معلومه بسيطه هي مش نادره امم يعني حصلت بتحصل كل يوم الاقترانات مع القمر او مع المحاق او مع البدر مم. بس طبعا احنا في محاق شهر محرم في نهايه الشهر مم. فلو حد بص من ساعتين فاتوا ناحيه الشرق هيلاقي القمر فطور المحاق داخل على دور المحاق وهيلاقي تحتيه أه هيبان على انه نجم لامع جدا اللي هو كوكب المشتري مم. كوكب المشتري احنا عارفين ان هو لامع وان هو عملاق المجموعه الشمسيه وممكن تتشاف بالعين المجرده الاثنين جنب بعض بس لو في منظار صغير هنشوف الاربع كواكب اللي احنا بنسميهم الاربع آه كو... آه اقمار اللي بنسميهم اقمار جاليليو هتبقى المشتري هيبقى جميل جدا لامع في السماء وفوقيه القمر لاي حد ما بيعرفش فلك او ما بيعرفش في السماء ناحيه الشرق ولو بص بالمنظار هيلاقي حواليه اربع نقط لامعين اللي هم اربع اقمار جليليه، طبعا المشترى ليه اقمار كتيره جدا الناس تعبت من عدها بس آه الاربعه دول لامعين جدا مكتشفين من ايام جليليه. يعني احنا النهارده هنقدر بالليل نشوف ده بالعين المجرده. لا حضرتك انا بتكلم احنا في نهايه الشهر العربي، آه. نهايه الشهر العربي زي ما احنا عارفين ان القمر بيشرق من قبل الشمس بساعتين ثلاثه كده ويغرب قبل الشمس فمش هنشوف القمر بالليل لكن عايزين نشوف القمر بالليل يبقى ان شاء الله ابتداء من 7 يوليو هيحصل اقتران ما بين القمر هم. وخليه النحل وعطارد هيبقى في اقترانات كتير بكره ان شاء الله نفس المنظر اللي فاتوا المنظر النهارده هيبص ناحيه الشرق قبلها بساعتين يعني مثلا من الساعه 4 الفجر هيلاقي نفس المنظر بس هيلاقي القمر بعد شوية عن كوكب المشترى فهتتكرر الظاهرة بكرة تاني إن شاء الله بس بدل ما خمس درجات ما بين الاثنين هيبقى درجات أكتر شوية <applause> طب إيه أسباب ظهور الظاهرة دي دلالاتها العلمية إيه يعني يعني إيه الاستفادة من وجود هذا التزامن أو التراص في المشهد ما بين القمر وكوكب المشتري؟ زي ما حضرتك ما قلت في في حاجه اسمها مجموعات نجميه بتمشي مع بعضها المجموعات النجميه دول متصلين مع بعض فيزيائيا بيمشوا مع بعض بيختفوا مع بعض في بقى حاجات ما لهاش علاقه ببعض يعني القمر مرتبط بالارض اكتر والاثنين بيلفوا حوالين الشمس المشترى م. بعيد خالص عنه والمشترى بيلف حوالين الشمس فبتيجي على صفحه السماء بلاقي في يوم زي النهارده كده بلاقي ان القمر جه جنب جنب المشترى فاللي ما يعرفش فلك بنقول له خلي بالك النهارده هيظهر بالصدفه القمر جنب المشترى، ملهاش أي علاقة فيزيائية خالص. فحضرتك لو عايز تصور المشترى هتبص ناحية القمر هتلاقي في حاجة لامعة جدا اللي هي الناس هتفتكرها نجم لكن هي كوكب يعني مصدر الطاقة بتاعه جاي من عكس أشعة الشمس. هو ده كوكب المشترى. زي ما قلت لحضرتك يوم 7 يوليو هقول له إن في كوكب اسمه عطارد هتلاقيه برضه جنب القمر وده اقتران القمر مع عطارد مع خلية النحل خلية النحل دي مجموعة نجمية بتمشي مع بعض وتختفي مع بعض لكن الاقترانات دي مجرد صدف بتحصل كل يوم احنا حاسبينها وعارفينها فبنقولها للناس لتسهيل علم الفلك والتزهيل والتسهيل رصد السماء اللي عايز يتفرج على كوكب المريخ الاحمر بنقول له هيظهر مع القمر في وقت كذا اللي عايز يتفرج على المشترى بنقول له هيظهر الاقتران كذا، خليه النحل اللي حصلت امبارح اقترانها مع القمر هيتكرر نفس الظاهره يوم 30 يوليو ان شاء الله، هنلاقي اقتران لخليه اه النحل اه مع القمر اه يمكن من واحده وثلث بالليل لغايه شروق الشمس. يعني ف... يعني افهم من حضرتك انه حاجه زي دي ممكن تبقى بتحصل كل يوم لكن مش شرط احنا مع نبقى مع كواكب نشوف. مختلفه ومع آه. أجسام ثانيه مختلفه طيب هل في اماكن هيظهر فيها الظاهره دي اكتر من اماكن ثانيه بشكل لا اوضح لا حضرتك هو طالما هو هي واضحه للناس كلها حتى جاء داخل القاهره يعني انا عندي من القاهره انا شايفها جدا وكانت واضحه جدا من ساعتين لان القمر طبعا لامع جدا والمشتري لامع جدا فالناس بتشوفها الفرق ما بين القمر مثلا وما بين كوكب الزهره <applause> ان بنلاقي ان الكوكب الزهرة دايما بيبقى ارتفاعه قليل شوية لان هو ما بيننا وما بين الشمس لكن المشترى بيبقى ارتفاعه عالي وطبعا بيبقى موجود اثناء النهار بس مش هنقدر نشوفه فاحنا بنشوف الظاهرة دي من قبل من قبل شروق الشمس بساعتين تقريبا بنلاقي القمر ظاهر طبعا في اواخر الشهر العربي كانه محاق وتحتي يا اما بقى المجموعه النجميه يا اما المشترى يا اما اي كوكب تاني بعد بدايه الشهر العربي برضه عشان الناس تبقى واخده بالها مش هرصد الظاهره بقى ناحيه الشرق او مع شروق الشمس لان القمر ساعتها هيظهر بعد شروق الشمس ويختفي ويفضل موجود لغايه بعد غروب الشمس فلو عايز ارصد اي اقترانات من بعد 7 يوليو هرصدها بعد الغروب لان القمر في اول الشهر العربي بيظهر لمده ساعه ايوه ماشي بقى تاني يوم بيصل لمده ساعتين ثلاثه لغايه الفجر بقى طب انا لو يعني. لو عايز يعني اشجع علم الفلك اقول لاطفالنا يروحوا نقول لهم مثلا يروحوا جبل مقطم نقول لهم يروحوا مرصد حلوان نقول لهم يروحوا فين علشان يبقى في حد بيشرح لهم الموضوع ده بشكل افضل يكلمهم يكبر يعني عندهم الشغف لعلم الفلك يا دكتور حضرتك احنا الحمد لله انشطه علينا من اسكندريه لاسوان في انشطه لينا في شهر سبعه في ثلاث احتفاليات هتحصل بنعلن عنها واعلنا عنها في حضرتك في اسوان كان عندنا اشتراكنا مع مجموعه نوبيه لمده اسبوع لرصد بالتلسكوب تبع مرصد حلوان والزملاء كانوا اثنين دكاتره كانوا هناك بيشرحوا لهم يعني ايه فلك والانشطه الفلكيه والكواكب والنجوم بنروح الجامعات وإحنا مشتركين برضه بجامعة الطفل. فاتحين أبوابنا في مرصد حلوان بس طبعاً حضرتك ده مرصد بحثي. فأي أي مجموعة بتجمع نفسها 10 أفراد أو أي حد بنفتح لهم أبوابنا ونشرح لهم الشمس والبقعة الشمسية والفلك والنجوم وكل حاجة. نفس النظام بالنسبة لمرصد القطمية لو كل هواة الفلك وكل الجمعيات الفلكية للهواة بنفتح لهم أبوابنا. مشتركين مع الاتحادة. انا عضو في المجلس الاعلى للاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء جميل مشتركين في يوم الكويكبات يوم السبت ان شاء الله هنعمل ندوه من الساعه 3 عصرا لغايه من 5 لغايه الساعه 9 مع الوطن العربي كله مع الدول العربيه كلها يعني ايه كويكبات اخطرها احتمال نزولها على الارض النيازج واهميتها وفوايدها بالنسبه للارض احنا في كل الانشطه حضرتك من مهام المعهد القومي اول حاجه نشر الثقافه العلميه بالنسبه للمدرسين بندي لهم دورات تدريبيه اي حد اي مجموعه بتجمع نفسها عظيم. بتيجي عندنا وبننشر علم الفلك ان شاء الله. جزيل الشكر ليك دكتور الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي هنتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهتسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني 18 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله من الأراضي المقدسة وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو كوناكري وحج أفراد وعمل وإقامة النهاردة اعتقد منظمة العمل الدولية فعاليات ورشة العمل الإقليمية لختام مشروع منظمة العمل الدولية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا أضواء واللي بتستهدف القيام بتحليل متعمق لنتائج المشروع وتاثيره على المستوى القطري والاقليمي مع الشركاء الوطنيين الثلاثي الاطراف ممثلي الحكومات واصحاب الاعمال والعمال في البلدان الثلاثة المستهدفة بالمشروع وهي مصر وتونس والمغرب. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهارده مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة في الرابعة عصرا. في السابعة مساء هيلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا. وفي نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع فاركو. النهارده هو ذكرى ميلاد الفنانة وداد حمدي، الفنانة وداد حمدي اللي اشتهرت بأدوارها خفيفه الظل وتلقائيتها علي الشاشه وأدوارها الكوميديه وقدمت طوال مشوارها الفني حوالي 600 فيلم و مسرحيه تعالوا نشوف تقرير عن ابرز المحطات في حياه الفنانه ودت حمدي تحل اليوم الثالث من يوليو ذكرى ميلاد الفنانة وداد حمدي التي ولدت بمحافظة كفر الشيخ عام 1924 وقدمت الكثير من الأعمال الفنية الحاضرة في أذهان جمهورها حتى الآن قولي ايه رايك؟ <applause> <applause> رايي يسلم ايدين اللي <applause> اشتهرت وداد حمدي بادوار الخادمه والعانس الباحثه عن الزواج وبنت البلد بعد زينات صدقي بل انها ابدعت فيها وعرفت بخفه دمها وبشاشتها وتلقائيتها في الاداء سلامتك يا سيدي اعمل لك لبخه؟ اه اجيب لك شربة زيت خروع؟ سليمه يا سيدي 40 لديك أربعين لما تفرم مصارينك لكن حصرها المخرجون في أدوار ثانوية لم تخرج منها طوال مشوارها الفني الذي بلغ 600 فيلم و20 مسرحية بدأت وداد حمدي مسيرتها الفنية مع المخرج فطين عبد الوهاب في فيلم الخمسة جنيه بعد ذلك فيلم هذا جناه أبي مع هنري بركات حيث بدأت من خلال هذا الفيلم مسيرتها الفنية الحقيقية وانت حصرك انت يا تعبان يا ردمان انت كيف ما يقول ما يعجبه سلامة انا على رايي المثل يا بابا علمني السباحه قلت والصبر درست وداد حمدي التمثيل لمده سنتين في معهد التمثيل ثم اعطاها المخرج بركات اول دور في حياتها الفنيه ومن اشهر افلامها يا عزيزي كلنا لصوص وعلي بيه مظهر وأربعين حرامي حرامي والهلفوت ورحله داخل امراه وشيلني وشيلك وافواه وارانب عايزاك تتلمي يا بنات عايزاك تكملي عايزاك تتجوزي هو في حد هيرجع يتجوز بياع السجن؟ اللي بيشتروه يا اختي، اللي بيشتروه منك وبيرموه وانت عارفه كده كويس، بقى شوف يا بنت الناس، انا اقدر استحمل الفقر اللي في الدنيا كله، لكن ما اقدرش استحمل السيره البطاله. اما في المسرح فقد قدمت وداد حمدي العديد من المسرحيات مثل 20 فرخه وديك، 10 على باب الوزير، لعبه اسمها الحب، والدنيا لما تضحك. توفيت الفنانه وداد حمدي في السادس والعشرين من مارس عام 1994 وتركت ارثا فنيا وابداعيا كبيرا. طبعا فنانه جميله وداد حمدي ضحكتنا وامتعتنا كتير قوي في افلامها. وعايزه اقول لك انا ما كنتش عارفه ان هي اصلا اصلا كان كانت عايزه تغني ما كانتش عايزه تمثل بعدين فشلت في موضوع الغنى يعني فاتجهت للتمثيل وامتعتنا بافلامها واعمالها الجميله يمكن اكتر من 600 فيلم رقم كبير. كبير يعني 600 فيلم اه يعني في الحقيقه هي كده علامه من علامات السينما المصريه زي ما سمعتي كان بيقول لك كمان ان هي درست في معهد التمثيل سنتين م. اللي يتابع تاريخ المعاهد المتخصصه في التمثيل حلق حلق هيلاقيها كانت في أكتر من حتة لما جه الرئيس عبد الناصر جمعهم كلهم وعمل حاجة اسمها أكاديمية الفنون حط بقى معهد الموسيقى العربية معهد الفنون المسرحية معهد السينما وخلى الدراسة أربع سنوات وخلاها دراسة مهمة وقلنا. جدا لذلك لما أنا وأنا بسمع الفيلم بفتكر آآ آآ البدايات اللي حصلت في السينما المصرية وإزاي أثرت وكان طبعا يعني استوديو مصر وكان الاستوديوهات القديمة هي اللي النواه الاولى لمدينه الانتاج الاعلامي كده زي ما بيقولوا أيوة. هي اللي كان فيها الاعمال الفنيه اللي امتعتنا وعلى سنين طويله جدا. ايوه يعني زي ما كنا بنتكلم كمان في بدايه الحلقه يا مصطفى عن ترشيحات للتغيرات الوزاريه يمكن كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسالت الناس عن رايها في التغيير الوزاري المرتقب والملفات المطلوب انجازها من الحكومه الجديده خلونا نشوف الناس قالت ايه في الشارع. المطالب الرئيسية التعليم والصحة تشغل الشباب بما يرضي الله كده و... وتشوف بقى مشكلة المدارس والتعليم وأكيد يعني لو بنتكلم على المجالات اللي ممكن يبقى الاهتمام عليها أزيد شوية ممكن نتكلم على الصحة والتعليم هو أي أساس أي دولة بتنهض على الجزئين دول ممكن بعد كده بقى نبص لحته مجالات الطاقه لازم عندنا مصادر طاقه كتير عشان طبعا الازمه اللي احنا بنشوفها دلوقتي واللي بنواجهها. العدل على جميع المستويات في الصحه والتعليم وكل مستويات المعيشه يبقى في عدل بين جميع الافراد. يعني التعليم والصحه والصناعه دول من اهم حاجه واهمهم كمان انا بالنسبه لي شايف ان الصناعه لازم ننهض بالصناعه. عشان نرفع البلد يعني. ويا ريت في رقابه كمان تنزل الاسعار للناس في الاسواق، ينزلوا ويشوفوا ايه الاسعار في للناس الغلابه اللي هي من أسعار غاليه ليهم، يشوفوا كل الحاجات دي. أنا مع توسيع الدائرة لأن شخص واحد لما يدير الدنيا دي كلها هتبقى صعبة عليه، لكن لما يبقى معاه شخص وفريق تاني بيساعده دي هتبقى افضل وافيد للمكان نفسه وللمحافظه نفسها او للوزير نفسه او للوزاره نفسها لا تفصل منفصل سبب واحد لو انت عملت الوزير يبقى ماسك ثلاث وزارات مش هيقدر يقوم بالعمل على اكمل وجه اما كل وزير مثلا اللي التعليم لوحده والصحه لوحده يقدر ي... لكن لو دمجتهم مع بعض مش هيقدر يتحمل المسؤولة كلها هي النصيحه للحكومه الجديده أنك فعلا يكون في حاجه زي كده نائب لاي وزير عشان تبقى الدنيا ماشيه ما فيش حاجه اسمها لازم يجي الوزير مش لازم الوزير هو كل حاجه يبقى الوزير 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 لا لازم في شراء مشاركه مع بعضين يدين بدمجها عشان خاطر ان هم يخدموا على بعض ان هم يكملوا بعض وزاره الاقتصاد وزاره الصناعه وزاره التجاره وزاره الصناعه الحاجات ديت لو عملوا كومباينيشن كويس وعملوا تعاون كويس هيبقى في نتيجه كويسه لو احنا قدرنا ندمج العلم بالتكنولوجيا ونعمل صناعه محترمه نغزو بيها مصر والدول المجاوره ونبدا بالدول الافريقيه وبعد كده للدول الاكبر مصر هتنتهي في حته تانية كل التمنيات للحكومه الجديده ان هي تلبي امال وطموحات الشارع المصري اللي يعني ليل نهار بتتمنى ان هي يعني تصل للافضل في كل المجالات، على اي حال دلوقتي جه موعد موجز الانباء بصحبه زميلتنا هاله الحملاوي اتفضلي هاله شكرا مصطفي الثامنه صباحا بتوقيت القاهره الخامسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتقديم التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا، وتمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترة رئاسية جديدة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. وكذا في ضوء الرئاسه الموريتانيه الحاليه للاتحاد الافريقي من جانبه ثمن الرئيس الموريتاني اللفته الكريمه من الرئيس السيسي مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الاصعده مع مصر افاد مصدر حكومي بان مراسم حلف اليمين للوزاره الجديده ستتم اليوم بمقر رئاسه الجمهوريه بمصر الجديده يعقبها اجتماع للحكومه الجديده، واشار المصدر الحكومي الى ان التغيير الوزاري يشمل نحو 20 حقيبه وزاريه وعددا من المحافظين، ويشهد تغييرا شاملا ودمجا لوزارات واستحداثا لاخرى، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا واكد المصدر الحكومي ان الحكومه الجديده ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار وأضاف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية اعلن مصدر حكومي مطلع ان الحكومه الجديده ستشهد تغييرات شامله في المجموعه الاقتصاديه واضاف المصدر ان حقائب التعليم والزراعه والبترول والكهرباء في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها. في السياق ذاته كشفت مصادر لقناة اكسترا نيوز عن اسماء عدد من الوزراء والمحافظين الجدد مع استمرار وزيري الري والتعليم العالي في منصبيهما، مؤكدة ان التغيير الوزاري سيشهد تعيين اكثر من نائب لرئيس الوزراء. كما اعلن مصدر رسمي اعادة تشكيل الهيئات والمجالس الاعلامية خلال ايام بعد تسلم ترشيحات النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الاعلى على للجامعات واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقه من قطاع غزه، واوضحت مصادر فلسطينيه ان قصفا اسرائيليا استهدف حي الزرقاء جنوب مدينه غزه، ما اسفر عن خمسه شهداء بينهم ثلاثه اطفال، كما استهدفت طائرات الاحتلال حي الشجاعيه بمدينه غزه، ما ادى لاستشهاد واصابه عدد من الفلسطينيين. حض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم اطلاق عمليه جديده قرب خان يونس ورفح الفلسطينيه في قطاع غزه. وقال قصر الاليزي في بيان ان, إن ماكرون اعتبر خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو ان اي عمليه اسرائيليه جديده لن تؤدي الا إلى تفاقم الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية الكارثية وشدد مقهى على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه استشهاد اربعه فلسطينيين في قصف مسيره اسرائيليه لمخيم نور شمس بطول كرم بالضفه الغربيه المحتله كما اقتحمت قوات الاحتلال عده مدن وبلدات بالضفه الغربيه من بينها بلده يطا والسموع جنوب الخليل كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بمخيم جنين هذا واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني اصابه ثلاثه اشخاص برصاص قوات الاحتلال في بلده بيتا جنوب نابلس اصدر الرئيس التونسي قيس سعيد امرا بدعوه الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسيه في السادس من اكتوبر المقبل وكان الرئيس التونسي قد اكد في وقت سابق ان كافه الانتخابات القادمه ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسيه عزى الرئيس الامريكي جو بايدن سبب سوء ادائه في المناظره التي جرت الخميس الماضي بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسيه المقبله دونالد ترامب الى الارهاق الناجم عن سفره الدولي المتكرر في الفتره الاخيره. من جانبه استبعد البيت الابيض خضوع بايدن لاي اختبار معرفي مشيرا الى ان بايدن كان يعاني من نزله برد اثناء المناظره. انتهى موجز الثامنه وعوده لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اذا الشعب يوما اراد الحياه فلابد ان يستجيب القدر النهارده ذكرى 3 يوليو اليوم اللي شكل مرحلة فاصلة في عمر الوطن بعد استجابة القوات المسلحة لمطلب الشعب وحمايته من إرهاب تنظيم الإخوان. في اليوم ده انتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي اللي ألقاه الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك معانا خارطة معلنا خارطة المستقبل. صورة في الحقيقة صدمت رئاسات دول، صدمت أجهزة مخابرات أعلنت انتصار الشعب وتحيز الجيش المصري للشعب. صوره ابهرت العالم كله واحبطت مخططات الارهاب يا مصطفى في الوقت ده. حقيقي جدا. على اي حال خلينا نعمل قراءه تاريخيه في هذا اليوم يوم 3/7 ازاي انحاز الجيش المصري لمطالب الثوره؟ ازاي حمل الاراده الشعبيه؟ وازاي حال دون انهيار اجهزه الدوله؟ وايه اللي كان ممكن يحصل؟ لو استمر حكم جماعه الاخوان في المؤسسات المصريه رحبوا معنا فقرتنا النهارده بالكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع هيكلمنا عن كل هذه التفاصيل مرحب بك اكرم اهلا وسهلا اهلا, أهلاً, أهلاً وسهلا خلينا نعمل قراءه تاريخيه ماذا لو كانت جماعه الاخوان استمرت في حكم مصر وماذا لو لم يكن هناك 30 ستة او 3 يوليو هو طبعا التاريخ مفهوش لو لكن م. الحقيقه انه يعني خلينا نقول انه اه برغم انها قراءه تاريخيه لكن هي للمستقبل م. ويمكن ال11 سنه دول اللي مروا على مصر اعتقد ان هم بمثابه 11 عقد يعني عشرات السنين الحقيقه واي حد بيتوقف عند النقطه دي النهارده بيشوف انه حجم التحولات والتغيرات سواء في الداخل او في الخارج واللي واجهته مصر زي وقفة كامله والوطن قطعه واحده ما فيش اي تهديدات ما فيش في استقرار وبنتناقش في تشكيلات حكومه ومين يروح ومين يجي وفي مشكلات صغيره ويوميه اعتقد انه ده هيكتشف قد ايه كان الامر موجود لو احنا بنفترض لا احنا مش محتاجين نفترض لانه الحقيقه انه 30 يونيو وما قبلها يعني منذ يمكن ديسمبر 2012 والاعلان الدستوري واحساس الناس بانه في تهديدات واضحه في عاوزين نعمل جيش موازي ونعمل ميليشيات موازنه وشرطه موازيه دي حقائق كانت موجوده موجوده على الارض وفي الارشيف يعني م. فكان تفتيت بمعنى انه يعني ما كانش الدوله قادره على تعيين محافظ قبطي في قنا مثلا تم منعه وتم تعيين ارهابي محافظ مكانه يعني دي امثله جاب واحد من جمال مش محتاجة يعني اه بالظبط في الاقصر في غيره فكانت الفكره انه انت يمكن الناس ممكن تبقى بتنسى مثلا او كده لانه التفاصيل كانت كتيره ومركزه لكن اي حد فاكر انه ما كانش عندنا مثلا في مصر مشاكل هويه يعني عنصريه شيعة وسنه ومسيحيين ومسلمين كانت حاجات بسيطه لا كان في شيعة وسنه وقتل واحد على اعتقاد ان الشيعي على انه شيعي ده, 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 ده قتل, قتل اتسحل في الشارع مم. فكره انه عاوزين نعمل جيش وعاوزين نستغني عن ده وعاوزين نحل الاجهزه نحس نحل يعني ما فيش الدوله بمعنى اصح فهو الفكره ما كانتش مشكلات اقتصاديه ومشكلات كل المشكلات الاقتصاديه والسياسيه الحوار العادي الناس يمكن حلها صحيح طالما الدولة موجود حقيقي الدولة لو وقعت خلاص هو ده كان التهديد الحقيقي لهوية مصر وده اللي يفرق بيننا وبين الناس التانية ويمكن فاهم الموضوع. صحيح الناس العادية جدا اللي طلعت في الشوارع اللي هو كانوا يقولوا حزب الكنبة والناس دي ملهاش علاقة الناس اللي كانت بتحس بخوف على إنه بيقول لك جامعة القاهرة دي نشتمها يهددوا جامعة يعني يقولوا إيه جامعة القاهرة دي زي يحصروا الإعلام يحصروا المحكمة الدستورية العليا آه يضربوا الناس في الشوارع فكرة أنه ما عندوش أي تصور حوالين أي حاجة ما عندوش تصور عن التركيبة الفكرة الانتماء لأي حد أو أجهزة في الخارج عندهم استعداد يبيعوا أي شيء أو يرتبطوا بأي شيء طالما ده مع مصالحهم تنظيم سري و... 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 وعلني في نفس الوقت يعني عاوز يحكم ومش عاوز يبقى في السياق سياسي مش بس يوقع السلم اللي هو طلع عليه لا ده هو عاوز يلغي كل ده ونقعد 500 سنة وندخل في دولة دينية يعني هو الفكرة مش إنه الموضوعات كل التفاصيل اللي ممكن نختلف عليها أو نتفق فيها ممكن حلها طالما إحنا على أرضية واحدة لا هم مش على نفس الأرضية ف... يمكن ده كان ثلاثة يوليو عشان كده كان يوم تاريخ ويوم فاصل ويفترض إن إحنا بالفعل نستعيده ونتعامل معاه لأنه زي ما أنا قلت صحيح ما فيش لو في التاريخ فيه فرض إرادة الشعب المصري اللي حصلت على مدى لكن كمان الفرد اللو ده اعتقد انه كان هيودينا في مساحات تانية وفي مصائر الدول حوالينا يعني بمعنى انه انت بتتكلم على دول آه سقطت آه في الغرب في الشرق في الجنوب في في كل مكان حوالينا براميل البارود ودايما انا بشبهها بحد ماشي الناس بتخبط فيه وبتضربه وبتحدف عليه نار ويطلع يبص يلاقي جسمه سليم وبيتكلم في تفاصيل الحياه فالفكرة هنا انه ازاي انقاذ ده وعلى فكره الناس اللي موجود اللي كانوا موجودين في 30 يونيو وما قبلها واللي في 3 يوليو هم نفسهم اللي استمروا بعد كده ممكن يبقوا اختلفوا واتفقوا مع بعض لكن فضلوا هم الكتله الواحده اللي ما كانوش موجودين على فكره طول عمرهم ما كانوش موجودين يعني كلنا فاكرين يمكن الكلمه الاشهر اللي كانوا انصارهم بيطلعوا يقولوها انفجر مصر آه، التهديدات العلنيه والصريحه للشعب المصري يعني والتحدي اللي كان يعني بيعملوه جماعه الارهاب للشعب المصري كان صريح يعني بان احنا هنفجر لو فكرتوا هتعملوا حاجه احنا هنفجر هم مصر عملوا ده فعلا يعني هم مش مش هددوا هو الحقيقه انه مصر في ال11 سنه اللي فاتت كان في ثلاث مراحل مهمه منهم مم. مرحلتين كانوا الارهاب موجود بشكل كبير جدا مم. دفعنا ثمن كبير لان المصريين لما خرجوا واختاروا الاختيار ده في 3 يوليو وفي 30 يونيو اعتقد انه كانوا عارفين الثمن كان في تهديدات جديه ومش بس تهديدات مباشره يعني مش كان تنظيم الاخوان اكتشفنا ان عنده ميليشيات بدات تشتغل لا ده تحالف مع داعش وتحالف مع التنظيمات الارهابيه اللي موجوده في سوريا في العراق في غيره وبدات كانوا عاوزين يعني وانت بتفترض في موضوع لو كانوا عاوزين يشحنوا ناس يودوها سوريا وبالفعل بعتوا ناس يعني كانوا بيفكروا ما عندهمش ادراك لا بامن قومي ولا بكيرو. ولا دوله ولا اي حاجه اعتقد انه اللي حصل انه كانوا بيطلعوا في قنوات كمان احنا 11 سنه قنوات كانوا بيفرحوا بالعمليات الارهابيه آه. قنوات كانوا بيحرضوا على قتل المصريين قنوات كانوا بيشككوا طول الوقت يعني انت بتشتغل وبتعمل ناخد يعني كل الحاجات احنا كان الارهاب موجود 90 شهر في 90 مليار جنيه صرفوا آه، قوات المسلحة آه، شهداء جرحى ومع ذلك كنت بتقاوم ايضا تراكمات ومشكلات بتصلح الاقتصاد بتقاوم الفيروس سي بتشيل العشوائيات بتعمل شبكات طرق بتعمل كهرباء بتعمل طاقه بتعمل طاقه جديده بتعمل مدن جديده يعني دي كانت مرحله والارهاب كان موجود يعني ما كانش ممكن يبقى في ملف مقفول وملفات تانية بنتكلم في تفاصيل كثيره جدا واختلفنا واتفقنا وصلنا النهارده إحنا بنعمل حوار وطني واسع وبنتكلم أوه. في الحكومة وبنقول شيل ده وحط ده وعاوزين إيه ومطالبنا زي ما أنتوا كنتوا جايبين ناس بتتكلم في الحياة اليومية الطبيعية صحيح بالرغم من إنه مش بس الإرهاب الحقيقة الإرهاب وتحولات دولية وعالمية أوه. حروب آه نقص سلع في العالم ارتفاعات أسعار الطاقة والحبوب آه كورونا سنتين بتقفل العالم بنتكلم آه على حرب في غزة بقالها تسع شهور شغاله ومؤثره علينا البحر الاحمر قناه السويس كل ده واحنا بنعمل وبنبني وبنتوسع فالفكره انه افتراض لو ده لا احنا مش محتاجين نفترض لو لان لو ده كان موجود فعلا وكان عندنا شق الصف اللي حمى ده وحده المصريين الحقيقه و3 يوليو والمشهد التاريخي بتاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي وقتها مع كل مصر مجتمع الازهر والكنيسه الاحزاب السياسيه والسياسيين وحالة الابتهاج والفرح في الشارع باسترداد بلدهم أعتقد هذا حياتي. الشعور مهم جدا يمكن دايما احنا ما بنبعد لأن أنا دايما بقول أن دول مش 11 سنة دول 11 عقد 110 سنة فعلا في التفاصيل بنحس أنه المساحة بعيدة من حجم التحولات وحجم اللي احنا عملناه حجم التغير والأخذ والرد والشجاعة والإخلاص في اتخاذ هذا القرار والقدرة على أننا عارف تمن كبير جدا كان هيدفع واتدفع بالفعل ودفعوه المصريين والحقيقه الحمد لله يعني اي حد النهارده بيراجع الارشيف ورهانات الناس على انه البلد دي بتقع وبتتفكك وان احنا بنخسر وده اعتقد اي حد بيراجع ده النهارده هيكتشف انه نفس الكلام اللي كانوا بيقولوه من 11 سنه هو اللي بيقولوه نفس التهديدات ونفس التحريض وغيره يعني. معلش سؤال يعني يمكن يكون بعيد عن السياق لكنه في ذات السياق. واحنا بنتكلم عن حرب غزه حضرتك لسه ذاكرها النهارده اين جماعه الاخوان ومثيلاتها من هذه الحرب الدوله المصريه النهارده اللي اتهمت ان هي بعيده عن القضيه الفلسطينيه هي اكثر من قدمت يد العون والمساعدات وكلنا شفنا اللي بيحصل النهارده الجماعه اللي بتنطق او بتدعي ان هي بتنطق باسم الدين ومثيلتهم لم يقدموا اي شيء في هذا الامر لا هو دي التجاره بالقضيه يعني هو يعني القضيه الفلسطينيه اكثر القضايا اللي تمت التجاره بيها على مدى عقود الحقيقه ويمكن في ناس مش من مصلحتها او مش من اهدافها انها تحل القضيه على اعتبار انها ما فيش دوله زي مصر الحقيقه وده مش, مش فخر يعني مش اداه فخر يمكن ده واجب كان على المصريين ما فيش دوله زي مصر قدمت للقضيه الفلسطينيه ولديها موقف واضح من القضيه الفلسطينيه احنا كل الحروب اللي اللي دخلناها مع اسرائيل من 6 و 48 ثم 56 و 67 والاستنزاف و 73 كان سببها القدر فلسطين ما كانش عندنا قضيه اصلا وما كانش الاحتلال وما كانش اسرائيل وما كانش الدول الاستعماريه وغيره كانت بتتكلم على مصر احنا كانت دي كانت نتائج ليه ده فمصر خاضت هذه الحروب ودفعت ثمن كبير جدا ودفعت ثمن غالي الحقيقه واظن انه اي حد بي بيتكلم ب بي بي يعني عادل مع القضيه دي هيعرف انه مصر دفعت الثمن كبير ادى بالفعل الى انها تفقد قدرتها على انها تستمر في تنميه وتنميه مستقله لان مصر كان عندها صناعه وكان عندها تنميه مستقله وغيره ودخلت في حروب وحروب فيها بعضها جزء كان من الحرب البارده زي حرب اليمن اللي بندفع ثمنه لحد دلوقتي فالحقيقه انه مصر قدمت اه طبعا مصر مش بتتعامل الحقيقه حتى في الازمه الاخيره وده سؤال مهم اللي انت بتساله انه ده الاخوان اصل تنظيم الاخوان او الناس اللي بيتهم دول اللي بيزايدوا دول ده موجودين طول الوقت لكن الحقيقه هو ما عندوش استعداد ان هو يبذل جهد حقيقي ومفيش مش بنزايد على الدول العربيه لكن الحقيقه هو مصر في الازمه الاخيره دي بتتعامل بدقه شديده وعلى خطوط مختلفه بتتعامل انها تمنع التهجير والتصفيه اللي كانت موجوده من ضمن الخطط منذ اللحظه الاولى بعد سبعة اكتوبر بتتعامل مع محاوله التقليل من اختار التهجير والتصفيه وغيره الضغوطات الدوليه كمان مع حرص على تطبيق وجهه يعني. النظر وشرحها من قمه القاهره للسلام انه بعض الجهات الغربيه والامريكيه وغيره كانت منحازه بشكل رئيسي للاحتلال ووجهه نظر الاحتلال وبداوا يقتنعوا النهارده وبدا العالم كله يتغير دي نقطه النقطه الثانيه ادخال المساعدات بشكل مباشر ومصر حريصه على ده الجزء الثالث تقديم مبادرات لوقف هذه الحرب استقبال الجرحى وعلاجهم واعادتهم بشكل او باخر فتح الباب رفح المصريه كانت مفتوحه 24 ساعه طول الوقت اما الاحتلال اخذ ده مصر رفضت التعامل مع الاحتلال دخول المساعدات مع المنظمات الدوليه ومع الولايات المتحده ومع غيره فاحنا بنتكلم على حرب خطره جدا ومع ذلك مصر بتتعامل بدقه شديده على كل الخطوط وب وبحسابات حقيقيه وبمؤسسيه وباحترافيه كبيره في المعلومات وفي غيره. اللي بيهبط او بيتكلم او بيقول اي كلام اعتقد ان هو ما عندوش فكره عن الموضوع او انه مغرض لانه مصر تورطت كمان يعني احنا حرب 67 دي يمكن حتى لو حد بيرجع لتاريخها الاستاذ محمد حسنين هي سنوات الغليان وغيره انه حرب التوريط كان في برضه عمليات اللي هو عاوز يدفعك لانك تدخل ربما تكون غير مستعد وربما تكون لديك اولويات اخرى في صياغه ده فالجزء المهم قوي وبعدين الحرب ما هياش المواجهات العسكريه فقط الحرب ممتده فيها الجزء السياسي وفيها الجزء الدبلوماسي وفيها الجزء المعلوماتي فيها الجزء يعني. الاقتصادي اه بالظبط بالظبط اللي مش صحيح طيب 3 يوليو بقى نرجع له مره ثانيه وخلينا نتكلم على من مخططات دايما جماعة الاخوان ان هم ما عندهمش فكره الحدود او ترسيم الحدود م. للدول لا هو في اسقاط للهويه المصريه كان كان زي استراتيجيه هم بيمشوا عليها. النهارده انحياز الجيش المصري ل ما الشعب المصري وانتصار الهويه المصريه ورفض مخططات جماعات الاخوان ده ازاي بتقراه ازاي؟ استجابه سريعه من الجيش المصري. شوف هو تنظيم الاخوان منذ نشاته في العشرينات من القرن العشرين اعتقد انه كان جزء قوي من مخطط استعماري كبير لتفتيت المنطقه يمكن لو احنا بنرجع لورا شويه دايما بنقول انه ظهر اسرائيل والاخوان المسلمين تقريبا في وقت واحد وهما كيانين دينيين بيشقوا المنطقه بالطول والعرض ده نقطه النقطه الثانيه الاخوان مش بس مش مقتنعين بالحدود لا هم مقتنعين انه ويمكن ده يمكن ظهر بعد 25 يناير ويمكن بدا ترجمه هذه المخططات اللي بنتكلم عليها انه احنا مش عايزين سلطات شكلا يقولوا لا احنا دي ديكتاتوريات فنسقط الجيوش ويبقى في ميليشيات ويبقى في غير ونعيد تقسيم المنطقه ده كان بيتلاقى مع مخططات كانت موجوده قبل كده ان احنا نوقع الحدود كلها ونبدا نعيد تقسيم المنطقه بعد سايكوس بيكو يبقى في سايكوس بيكو جديد ناخد حته من ليبيا مع حته من مصر حته من سوريا مع حته من الاردن وده كان هيخدم قوي على المشروع الصهيوني الحقيقه واسرائيل ويمكن ده فكره التصفيه وخدوهم سينا يعني بمناسبه ان احنا بنتكلم في ده في عادة الصياغه كان يخدم الفكره اللي هم كانت بتطرح وظهرت بعد 7 اكتوبر انه عاوزين ناخد جزء من سينا وجزء من الاردن ونحط فيه وننقل فيه يعني اما تاخدوا 2 مليون او 3 مليون فالاخوان وتنظيمات اخرى الحقيقه تدعي إيه بعضها بيدعي الثوريه وغيره وكانت مع اسقاط السلطات والحدود بحيث احنا ما بقاش في سلطات اللي هو الفكره الفوضويه او غيره وبعد كده نبدا نعيد تشكيل ده. فهم مع اسقاط الجيش مع اسقاط المؤسسات لما كانوا معادين الاخوان كانوا معادين للجيش مخابرات اجهزه الامن انه احنا عاوزين نعمل جهاز داخليه وزاره داخليه موازيه صحيح ودي ما كانت موجودة في بعض الدول وأعتقد إن هم كانوا بيحاولوا ينقلوها وهي اللي بدأت التفكيك ده. فالفكرة هنا إنه الاستقطاب مع ده وعلى فكرة كمان مش بس مع إسقاط الحدود، كانوا مع التحالف مع داعش. وإحنا فاكرين إنه كان في اتصالات مع تنظيم القاعدة وداعش بعد كده اللي كان منتج وداعش بالمناسبه هو زواج اجهزه مخابرات مع بقايا التنظيمات الارهابيه اللي عملتها برضو في صحيح. اجهزه المخابرات القاعده وافغانستان احنا عارفين السي اي اي وغيره مع اموال عربيه وتم تدريبهم وكده فالفكره هنا داعش مع تنظيم زي الاخوان فنبدا نسقط الحدود واظن ده كان ظاهر اعلان خلافه وهميه في الشام والعراق وغيره، وبدأوا يجوا اللي هم انصار بيت المقدس اللي هم لم يق لم يقوموا بأي عملية من صالح بيت المقدس او صحيح. ضد اسرائيل او ضد الاحتلال. صحيح. وبالتالي فاحنا بنتكلم الخطاب المعلن شيء والواقع شيء لانه تنظيم الاخوان زي ما قلنا شق المنطقة فهم كانوا مع ده عشان كده هم حجم العداء للرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح وللدوله المصريه وللجيش المصري وللاجهزه المختلفه لا يقوى لا يتوقف من قبل طيب الاخوان وهم بيعتبروا ده صار شخصي أي طبعا. تجاه على القتل هدمت نظريتهم خالص آه طب انا بس هتحول بس سريعا للشأن سريع في معواجل جت على اكسترا نيوز ان محمد ابراهيم شيمي وزيرا لقطاع الاعمال ارانيا المشاط وزيره للتخطيط والتعاون الدولي والفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعه طبعا بجانب ما ذكر من وجود عدد من الوزارات تم ضمها يعني وزاره الهجره اصبحت مع الخارجيه السفير بدر عبد العاطي برايك واحنا بنتكلم في معركه التنميه بعد ما حدث قبل كده التشكيل الحكومي الجديد كيف سيلبي طموحات الشعب المصري في ضوء يعني برضو ما شاهدته من التقرير اللي كان في الشارع المصري. انا رايي ان الحكومه دي هي جايه في اخطر وقت. أيوة. وهي واحده من اهم الحكومات اللي هتكتب اسمها بشكل او باخر، واظن انه الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في ما اعلنه بعد قسم اليمين الرئاسي في العاصمه الاداريه او في تكليفه الحكومه، كان واضح جدا ويمكن قبل كده في فكره انه الحكومه دي لازم تكون قادره على العمل معا كفريق لانها تواجه مشكلات عاجله. زي الكهرباء والطاقة والأسواق والأسعار والعرض والطلب واقتصاد السوق وفي نفس الوقت تبدأ تخطط لقضايا مهمة وانت كنتوا جايبين الناس هنا اللي هو زي التعليم والصحة ونبدأ نشتغل بشكل ضبط واضح الأسواق والأسعار وكمان الحكومة و... تكون قادرة على مخاطبة الناس فيها جزء دايما في جزء تكنوقراطي من دور الحكومة في الجزء السياسي جزء السياسي لا منفصل عن جزء انا بخاطب الناس لان احنا مصر يعني احنا كنا بنتكلم على 3 يوليو إحنا مصر يمكن حظنا السيء إنه في تنظيم إرهابي، تنظيم كاذب، طول الوقت دعاية مضادة، يعني ده مش بحصل في أي حتة في العالم، يعني أي تجربة ديمقراطية في العالم سياسية ما كانش فيها الإخوان المسلمين، فنبقى بناخد وندي إحنا كيان واحد، لكن أول مرة نشوف حد بيحرض وبيتمنى سقوط فإحنا الحكومة هذا الدور السياسي لا ينفصل لأنه الشائعات والدعاية وغيره، مش لازم الرئيس يشتغل لوحده طول الوقت احنا الرئيس سابق بخطوات للحكومه بيوجهها لازم يشرحوا للناس لازم يتكلموا عن الناس وكمان بقى فيه قدره على تلقي الشكاوى والتعامل معاها النهارده مبادرات الرئيس اللي حلت قضيه زي الفيروس والعشوائيات وحياه كريمه لاعاده صياغه و مليون صحه ليه انا ما استفيدش بده في التامين الصحي الشامل <applause> على سبيل المثال المبادرات الرئيسيه ادمجها وتعلم منها اللي هي كانت قادره على حل مشكلات مستعصيه بسرعه وبدون وعبورا على البيروقراطيه، كمان الوزراء الحكومه محتاجه تشتغل بسرعه وتشتغل استفاده من قاعده من من بنيه اساسيه ممتده عندي السياحه كشيء يقدر يجيب عوائد عاجله فرص عمل ما كانش يجي الاستثمارات الملياريه دي لولا عندك بنيه اساسيه ممتده طرق كباري قطارات خفيفه مترو احنا بنكلم السائح النهارده يقدر يشيل شنطته ويلف القاهره كلها وبعد كده يطلع زمانية. زمانية. يعني زي يعني ما كان نسافر بره فانا احنا اذا احنا بنتذكر النهارده 3 يوليو ودي حكومه بتقسم في 3 يوليو ودي لها رمزيه يجب ان تكون على مستوى 3 يوليو شجاعه الرئيس عبد الفتاح السيسي فريق اول وقتها عبد الفتاح السيسي وتحمله المسؤوليه واخلاصه وكمان انه مقدم برنامج ما وعدش بال... بانه هيحل كل ما مجد... قال هنعمل معا هنشتغل هنشتغل طول ما حد بيهاجمك بتشتغل و... وعلى فكره يعني كل ده احنا ما... ما... 3 يوليو او 30 يونيو ما كانش ضد فكره انه اكل وشرب لان ده بيتحل في النهايه احنا بنروح ونيجي وقضايا اقتصاديه واقتصاد مهم جدا والاقتصاد هو النهارده في الحكومه كده لكن كمان الهويه والبلد والاختطاف اللي كان موجود فلازم الحكومه تبقى على المستوى ده بالفعل وأنا بقول لكن خليني اقول لحضرتك انه وملفات متشابكه مفيش ملف الصناعه مرتبطه بالتجاره مرتبطه بالاستيراد، الصحه مرتبطه بالزراعه مرتبطه بالانتاج العلف يعني في في مصادر كمان لاكسترا نيوز بتجديد الثقه بمعالي الوزير خالد عبد الغفار وزيرا للصحه والسكان وخليني اقول لحضرتك انه اخذنا ما يقرب من شهر للاعلان عن الحكومه الجديده وده بسبب ان كان في اجتماعات كثيره جدا لاختيار الكوادر المناسبه لهذه الحكومه بما يتناسب مع زي ما حضرتك كنت لسه بتقول حديث. الفتره الحرجه اللي بنمر بيها سواء اقتصاديا او اقليميا ودوليا كمان <applause> خليني أتكلم مع حضرتك عن هذا الـ 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 الوقت وانه اختيار هذه الكوادر للحكومه الجديده شايفها ازاي الاسامي الجديده اللي انضمت للحقائب الوزاريه والحقائب الوزاريه الجديده اللي انضمت لبعض الوزارات يعني هو فكره الدمج والظهور وزارات جديده مثلا زي كنا بنتكلم على الاستثمار مثلا عودتها استثمار مهم جدا انها ترتبط بالصناعه ده. احنا بنقول دايما انه عمل الفريق انه مش عاوزين نتعامل مع وزارات عاوزين نتعامل مع حكومه قادره على العمل مع فمثلا الاستثمار الاستثمار مهم جدا ربطا بالصناعه وربطا بالزراعه وربطا بالمشروعات الصناعيه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت الرمال السوداء وغيره والكوارتز والصناعات الغذائيه وسايلو فيد وفود وغيره فدي دي قضايا مهمه الزراعه اللي موجوده في توشكا والمليون نص فدان والمنطقه الغربيه والنهر الصناعي اللي موجود اعتقد الاستفاده من ده مهم والتخطيط في ده مهم زي ما انت ضربت المثل في السفير بدر عبد العاطي وهو خبره في وزاره الخارجيه وضم اليها الهجره مم. كمان في النقل الضم إليها الصناعه ملفين في منتهى الاهميه اعتقد النقل حصل فيها نقلات كبيره في القطارات في المترو في خطوط المترو الجديده كمان هنحتاج اعتقد الصناعه محتاجه آآ طبعا حركة كبيرة وهي الصناعة مرتبطة بكل الأنشطة التصنيع الزراعي اللي زي ما بنقول م. الرئيس دايما يتكلم على توطين الصناعات توطين صناعة زي الأعلاف عشان عندي صناعة الدواجن وصناعة واللحوم والألبان وغيره م. توطين صناعة زي السيارات الكهربائية النهارده مع الصين المنطقة الصناعية في قناة السويس اعتقد انه كمان محتاجين خارطه الاستثمار في الاقاليم، ولأول مره كان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الاستثمارات مش في القاهره بس، احنا بنتكلم بني سويف فيها مصانع موبايلات و و و وتكنولوجيا، آه في أسوان فيها، الأقصر فيها، الغربية ال وهو ده المطلوب من الوطن المختلفة فاحنا اعتقد انه النهارده واحنا في 3 يوليو ودي حكومه بتقسم في 3 يوليو ليها رمزيتها استعاده مصر وقدرتها وتحدياتها 11 سنه احنا في مراحل مختلفه للتحدي الشجاعه الاخلاص العمل اعتقد الحكومه محتاجه تتلقى ان تعمل ولا تنتظر انه الرئيس يوجههم او غيره لانه في سياق عام والرئيس حاطط سياسات عامه لانه الرئيس عنده ملفات مختلفه كثيره بيدير كل هذه الملفات وفي تحديات عليهم ان يستجيبوا تحديات هذا. اقليميه دا وتحديات دوليه وتحديات دا اقتصاديه ده مهم أو انه يبقى موجود في هذه الحكومه جايه في وقت مهم مسؤوليه صحيح. وستكتب اسمها في حال عملت كفريق بقوه تلبيه لمطالب الناس طيب حضرتك بتتكلم عن خريطة الاستثمار يعني خلينا ناخذ سؤال اخير عن خريطة الطريق اللي اعلنها الرئيس او الفريق اول عبد الفتاح السيسي في 3 7 2013 حينما وضع خارطه الطريق وضع فيها عدد من الخطوات من اجل اعاده الهويه للشعب المصري خلينا سريعا نعمل قراءه تاريخيه لخارطه الطريق كيف اثرت وكيف أه 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 يعني أه استفادت منها ثوره 30 يونيو او كيف انحازت لمطالب المصريين في الشارع؟ اعتقد انه اي حد منصف وبدون تهوين او تهويل يجب ان ينظر الى قضايا مهمه جدا تحققت التمكين في فئات كثيره جدا ما كانتش ممكنه كانت سياسيا الاقباط والمراه وذوي القدرات الخاصه و دول ما كانواش ما مجدين. كانش فيه هوايه خالص النهارده بقى فيه كوتة وبقى فيه نسبه برغم انه بعض الناس كانت رافضه لكن النهارده هذا التمكين شفنا دستوريه شباب دستوريه النهارده المجالس المحليه الحوار الوطني وقدرته على امتصاص ده الجزء الخاص بتطوير الخطاب الديني حجم التسامح حجم ما حصل في قضايا كانت معلقه بقى لها عقود ومحدش بيروحها حصلت زي قانون بناء دور العبادة اللي حل قضايا كبيرة كنا بنشوف كل يوم مشكلات ما زال هناك ترسبات كانت بتنتهي بناء الكنائس اللي هو أنت مش متضايق إن أنا كل مدينة جديدة فيها كذا من روحنا حتى المؤسسات التوجيه اللي هي تبع الداخلية وكده فيها الكنائس زي الجواب في الـ الـ الفيروس سي على الفيروس سي بالمجان لملايين المصريين وكانت ازمه حقيقيه نقل العشوائيات اللي هي كانت بتعتبر عار كل دي بالمناسبه انفق عليها فلوس كتيره جدا محدش يقول لي النهارده انه ان دي ما كانتش ضروريه او بنرمي بتوع العشوائيات في الـ في الـ ايوان في حياه المصر. كريمه واعاده صياغه الريف بزبط. طرق ومدارس وغيره انفاق ما يقرب من تريليون جنيه على حياه كريمه اكتر من نصف المصريين اللي كانوا طول الوقت محرومين ما حدش بيعرف يروح مدرسته النهارده فيها مفترض يبقى فيها اتصالات يبقى مم. فيها طرق يبقى فيها غير مم. فالتمكين المصريين احنا محتاجين في طبعا يعني ما كل حاجه في الحوار الوطني النهارده اللي بيتكلم انه يقعد مع يعني الحكومه الجديده ويقول له توصيات وتشريعات والحبس الاحتياطي والحريات والمشاركه السياسيه، في معارضين كتير بقوا في الحوار الوطني النهارده وبيتكلموا وفي اخذ ورد فاحنا في قضايا كتيره جدا محتاجين تكافؤ الفرص بقى في الوظائف، وظائف اكتر، التعليم والصحه ربطت اول مره طبعاً كلام من الحاجات الطاقه الجديده جداً. والمتجدده، ربط التعليم بسوق العمل، اول مم. حد كان يتكلم في ده كان الرئيس في اكتر من مناسبه التعليم النهارده في مصر الطرق النهارده في مصر خدت من مركز كنا اكتر دوله فيها حوادث طرق لازم صحيح. نعترف انه ان إحنا قطعنا شوط ونفتخر بده ونبني عليه ان احنا قادرين اذا 11 سنه بكل هذه التحديات حروب وارهاب ودعاية وشائعات وتفجيرات وضرب وحروب دوليه, دولية, دولية. وحروب بارده وغزه وغيره وعملنا ده فاحنا بالتاكيد قادرين على انه نعدي اكيد المرحله دي بنفس الشجاعه والاخلاص اللي بنستمده من الدوله المصريه كل ومن الشكر شكرا ليك كاتب الصحف اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع بنشكر حضرتك على وجودك معنا شكرا جزيلا استاذ اكرم وخلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا في صباح القريب <applause> بنصب على مره ثانيه. العالم عالمين كلها كام يوم وهنكون على موعد مع انطلاق اولى فعاليات النسخه الثانيه من مهرجان العالمين الدولي. الدوره دي هتكون دوره استثنائيه، دوره صباحيه، دوره متميزه، دوره هيكون فيها حفلات غنائيه لكبار المطربين في العالم العربي، هيكون ايضا فيها عروض مسرحيه وترفيهيه ورياضيه ايضا. بالفعل هي هتبقى نهارية وزي ما شفنا في يمكن المؤتمر الصحفي اللي عملوه في العملين أو العالمين الشركة المتحدة عملته في العالمين إنه هيكون في يعني ترشيد لاستهلاك الكهرباء فهتكون معظم الفعاليات دي بالفعل بالنهار وهنكون على موعد مع فعاليات رياضية مهرجانات مختلفة مهرجان للطعام ومهرجان نبتة لمحتوى النشء والطفل مهرجانات كثيرة جدا غير الحفلات الغنائية اللي هيشارك فيها عدد كبير من المطربين ونجوم الوطن العربي ومصر تفاصيل ومعلومات الدوره الثانيه من مهرجان العالمين هنتعرف عليها دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الناقد الفني الاستاذ مصطفى حمدي صباح الفل عليك يا مصطفى بتنورنا دايما صباح الخير صباح الخير عليكم اهلا يعني صباح الخير على كل جمهور صباح الخير يا مصر وسعيد بوجودي معاكم منورنا منورنا يعني في البدايه النسخه الاولى نجحت <applause> نجاح كبير جدا وشفنا تالق للمهرجان بشكل عام بكل فعالياته شايف الدوره الثانيه ان شاء الله هتبقى عامله ازاي ايه اللي هيميز الدوره دي عن الدوره اللي فاتت؟ الحقيقه انه نجاح الدوره الاولى من مهرجان العالمين وضع مسؤوليه كبيره جدا على القائمين على المهرجان في انه يبقى في شيء جديد في الدوره الثانيه تحدي تحدي كبير طبعا والحقيقه انه المهرجان السنه دي يمكن يكون متنوع بشكل اكبر منقسم لعده مهرجانات جوه المهرجان الكبير او المظله اللي بتحمل اسم مهرجان العالمين يعني السنه دي يمكن من الحاجات الجديده اللي دخلت على مهرجان العالمين فكره مهرجان نبته للطفل ويمكن دي فكره اعتقد انها متفرده وجديده في فكره مهرجانات الترفيه بمعنى انه مهرجان عالمين هنا بيؤسس او بيرسخ لفكره انه هذا المهرجان موجه للاسره بشكل كامل مش م. شرط الكبار بس لكن برضو الاطفال بحكم انه احنا في فتره صيف وفي اجازات وبحر وساحل وفسح ومصايف فبرضو اكيد الاطفال هيبقوا من العناصر المهمه جدا اللي لازم ان المهرجان يتوجه ليها ب باعمال بقى فنيه اعمال ترفيهيه وفقا للخطه الموضوعه لفكره مهرجاننا بتاع على جانب تاني مثلا انا معجب بفكره انه يبقى فيه مهرجان للطبخ دي حاجه يعني جديده على فكره ونصيفة. سياحه الطبخ من اكثر <applause> السياحات في العالم اللي بتحقق دخل في دول فيها مدن بتروح الوفود السياحيه تطبخ مع الست وتتعلم الكلام ده ده بيحصل في ماليزيا بيحصل في اليابان بيحصل عموما في دول الأسيوية ففكرة الطبخ أصلا أو سياحة الطبخ ده رافد جديد إحنا ما نعززه في النوبة في وجه بحري في الصعيد بالتأكيد والفكرة نفسها أنه استغلال الحدث يعني مهرجان العالمين في توسعة الفقرات والتوجهات الخاصة بالمهرجان أنه لا يقتصر على الموسيقى والغناء والحفلات فقط أنه في مهرجان رياضي بالزبط. السنة اللي كان في مهرجان رياضي طبعا أنه يبقى في بجانب المهرجان الرياضي مهرجان معني بالطبخ بجانب انه حصل تطور بقى في شكل الحفلات وهيبقى في تطور في الاسماء اللي هتبقى موجوده من النجوم يعني السنه دي اعلن عن وجود ثلاث اسامي مهمه زي عمرو دياب ومحمد منير وكاظم الساهر استعمل. بجانب طبعا ويجز من الاسامي اللي الشباب بيحبوها وكيروكي ف... واعتقد في اسامي اخرى طبعا هيتم الاعلان عنها على مدار الايام الجايه وخلال فعاليات البهرجان طبعا. <تصفيق> <تصفيق> طيب خليني اقول ان ما اقدرش أنكر إن وجود الشركة المتحدة كاسم في مهرجان العالمين في النسخة الأولى هو كان السبب الرئيسي في نجاح المهرجان، يعني خليني أبقى أكثر صراحة، لو شلت اسم الشركة المتحدة وحطيت مهرجان العالمين مش هقدر أجيب نجم مش هقدر أعمل دعاية مش ه... الآلة الإعلامية للشركة المتحدة هي اللي قدرت إن هي تعمل اسم للمهرجان وتعمل اسم للمدينة وتروج للسياحة في الساحل الشمالي بأكمله. ازاي اقدر استفيد اقصى استفاده ممكنه من الاله الاعلاميه للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه هي كمان مش الاله الاعلاميه فقط هي الاله التنظيميه لأنه تنظيم مهرجان ضخم زي مهرجان عالمي تذكرتي اه محتاج كمان مؤسسه تقدر انها تتابع الموضوع وتدير عمليه التنظيم نفسها وتكون مؤسسه ضخمه اعتقد ان الشركه المتحده هي الاقدر على اداره هذا المهرجان ويمكن من كلامك بتقول انه احنا عندنا الهدف الأول من المهرجان هو الترويج السياحي لمدينة العالمين. أنت لو عملت مدينة العالمين من غير ما يبقى فيه فعاليات ومهرجان زي مهرجان العالمين ده مش هيبقى ليه تأثير كبير جدا على السياحة لكن وجود المهرجان هينعكس بشكل كبير على السياحة ويمكن كمان <applause> الشركة المتحدة عندها أذرع إعلامية كبيرة جدا جدا ومتشعبة وضخمة. فبالتالي ان الاذرع الاعلاميه دي هتلعب دور كبير جدا في دعم المهرجان والترويج ليه لانه بتتكلم على شبكه كبيره جدا من المحطات التلفزيونيه والاذاعات بجانب الصحف والمواقع فهذه الاله الضخمه اعتقد انها العنصر الفعال جدا في فكره الترويج, الترويج للمهرجان <applause> اللي بدوره هيبقى بيروج للسياحة المصريه ويمكن السنه اللي فاتت نجاح مهرجان العالمين انعكس بصوره كبيره جدا على السياحه في منطقه الساحل الشمالي وتحديدا في مدينه العالمين. السنه دي اعتقد ان المردود هيبقى اكبر واكبر من السنه اللي فاتت. بعد الرياضات المختلفه اللي كنا بنشوفها على في مهرجان العالمين زي التجبال وغيره وغيره من يعني اللي كنا بنشوفها بادل الحاجات دي كلها جذبت نوع سائح مختلف شويه اجنبي. الفعاليات الغنائيه اللي هتقام السنه دي اللي فيها فنانين من دول عربيه زي داينا حداد كاظم الساهر سعاد ماسي وغيره كمان هتجذب نوع عربي من او نوع يعني ساح عربي مختلف المره دي ف احنا بنستهدف وصول 2 مليون زائر للعالمين السنه دي هل الفعاليات دي لما نلاقي تاني فعاليات مره تانية رياضيه الرياضات اللي هي المختلفه شويه يعني مش مش نفس فكره الكوره وخلاص لا حتى الخماسي لقيناه على البحر بيتلعب وغيره وغيره النوع ده من خلينا نقول الاختلاف والتنوع في الفعاليات هيجذب عدد كبير من السياح هل احنا بنتوقع يمكن مضاعفة هذا الرقم او لا يعني شايف الموضوع ازاي بالتاكيد دام بتعمل مهرجان متنوع فاكيد انت بتفكر انك تضاعف عدد السياح اللي بيجوا المدينه هتكلم على النقطة الخاصة بتاعة الرياضات تحديدا، الرياضات الشاطئية بقت بتلعب عنصر مهم جدا في الترويج السياحي، وبقى بيتعمل في كل شواطئ أو دول العالم السياحية طبعا، آه بطولات وفعاليات متعلقه من اول الراكت بال... للكوره الخماسي متعلقه كل... بالرياضات الشاطئيه وخصوصا مينجبول. مينجبول. انها لو بتبقى بتقام في الفتره بتاعه النهار اللي هي بتبقى فيها اكتيفيتيز مختلفه ونشاط وحركه وخروج فوجود الرياضات الشاطئيه اعتقد انه هيبقى مهم جدا جدا آه على مستوى بقى السياحه آه احنا في مصر رغم الظروف اللي بتمر بيها المنطقه لكن في زياده في اعداد السياحه حصلت خلال السنتين اللي فاتوا اه الطموحات والتحديات كبيره جدا والرغبه في زياده عدد السياح كبيره جدا لكن في حركه متنوعه بتحصل انه مهرجان زي العالمين بيهدف الى جذب شريحه من السياحه مختلفه عن مصر شويه او عن المعتاده في مصر خلال السنين اللي فاتت فبالتاكيد انه محاوله لانه احنا طول الوقت على مدار سنين طويله في مصر كنا معتمدين على نوع معين وشكل معين من السياحة اللي بتبقى جاية لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء السياحة القادمة من أوروبا وروسيا وغيرها يعني لكن ما كناش بنبص للسياحة اللي بتستهدف الساحل الشمالي عشان كده الدولة المصرية بدأت من فترة أنها تنمي منطقة الساحل الشمالي مدينة العالمين الجديدة هي مش مجرد مدينة سياحية بس صحيح. هي في عملية تنمية وعمران وبناء مجتمع جديد وهي دي الفكرة أنك لما بتبني مجتمع جديد ده بيفتح افق اكتر في انك تجذب سياحه اكتر وسياحه متنوعه، يعني لو بكمل على كلامك في فكره انه حفلات النجوم والفنانين العرب هتجذب السياحه العربيه، الحقيقه ان فعلا احنا محتاجين ان يكون في اهتمام بالجزء ده وده اللي حاصل في مهرجان العالمين، انه الفنانين يعني مثلا كاظم الساهر واحد من الناس اللي مقلين قوي في حفلاتهم في مصر في السنين اللي فاتت، اه صحيح كان له حفله قريب لكن يعني المسافات والزمنية ما بين كل حفله والثانيه تبقى بعيده جدا فهو ليه جمهور كبير فمطلوب دي انا حداد من الفنانات اللي ليها شعبيه كبيره في في مصر وفي الوطن العربي فوجودها مهم سعاد ماسي كفنانه جزائريه عالميه وليها شعبيه على مستوى العالم التنوع ده كله حال التنوع طبعا أنا. موجوده صحيح. ووجود اسمين كبار انا شايف ان وجود عمرو دياب عم محمد منير كاسمين كبار دول اضافه هامه جدا جدا للمهرجان وهتفرق قوي على مستوى الحفلات السنه دي عمرو دياب طبعا من الناس اللي كان لسه اي حفله ليه يعني بتلاقي الناس كلها سولد اوت اه يعني طوابير فعلا فز... بالتاكيد صحيح م. فوجوده ووجود محمد منير بشعبيتهم الكبيره جدا ده صحيح يعتبر عنصر حتى وجوده في حفلات برضو بره لما شفناه في لبنان او غيره او غيره بنشوف انه اقبال رهيب عليه فبالتالي هو كمان عامل جذب كبير قوي للسائح العربي. بالتاكيد لانه انا اتذكر يعني مؤخرا انه حفلات عبر الدياب في لبنان عملت فرق مع السياحه هناك يعني ده بالتصريحات من الحكومه اللبنانيه نفسها ف فمهم جدا ان احنا بنستفيد من اسم فنان كبير زي عمرو دياب م. حفلاته بتعمل رواج سياحي جدا وهو على فكره دايما بيعمل حفلات في منطقه الساحل الشمالي لكن وجوده في مهرجان العالمين من ايام العجمي كنا بنشوف <تصفيق> من <applause> العجمي لحد مارينا فيعني اجيال ده اجيال ده حقيقي طيب السنه اللي فاتت عملنا 2 مليون زائر م. فكره ان انت تعمل هدف خيل بجوار الفن فكره عظيمه إن أولاً أنت بتجذب جمهور أكبر، السايح اللي هيحط الثمن التذكرة هيعرف هي أنه هو هيروح يستمتع وإن تمن التذكرة دي هيروح للجادي شفنا ده في حفلات سرطان الأطفال، شفنا ده من أيام أم في المجهود الحربي، النهارده بنشوف مهرجان العالمين في 60%. وأنا عايز أتوقف عند الرقم 60، يعني هو أكثر الجهد الأكبر اللي هيروح هيروح لقطاع غزة، في قطاع غزة. تفتكر ده هيأثر على رقم 2 مليون يعني ممكن نوصل ل 3 مليون 4 مليون سائح عربي يقدروا يجوا مصر يستمتعوا في نفس الوقت يعرفوا ان 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 يعني انه انه في رايحه لقطاع غزه طيب خليني اقول لك انه في بعد كمان مهم جدا بجانب كلامك وهو انه الدوله المصريه بتثبت دايما في كل تحدي وفي كل موقف انها في قلب القضيه الفلسطينيه وانها لا تنفصل عنها ابدا حتى لو انت كدوله قدامك طموحات وقدامك تحديات لكن على مدار الفتره اللي فاتت ومنذ احداث السبع من اكتوبر الدوله المصريه كانت هي العنصر الاول والرئيسي والطرف الاهم في دعم القضيه الفلسطينيه مقارنه باي طرف اخر تحقيق. اه ودلوقتي حتى رغم التحديات حتى المساعدات اللي داخله ب 60% واكتر من 60% من داخل مساعدات اللي مصري. مصر قدمتها اكتر يمكن من مساعدات العالم كله, كله مجتمعة يعني تحقيق. فليس غريبا على توجه الدوله المصريه انها تستغل هذا الحدث السياحي والترفيهي والفني في انها تطلع منه ايرادات تذهب الى مساعده اهالينا واخواتنا في فلسطين وتذهب لدعم القضيّة الفلسطينيه فالحقيقه انه هنا اثبات انه الترفيه لا يعني انه انا منفصل عن الواقع والترفيه لا يعني ان انا منفصل عن القضيه الاهم في العالم ويمكن الاهم بالنسبه لمصر على مستوى الامن القومي وعلى مستويات اخرى كتير جدا. <applause> فده ممكن ينعكس على السائح بشكل ايجابي جدا في زاويه مهمه زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه اللي رايح هيبقى عارف انه كل مبلغ بيحطه علشان خاطر يحضر حفله او يشارك في نشاط معين المبلغ ده جزء كبير منه جدا رايح لدعم القضيه الفلسطينيه واعتقد انه ده يتماشى بشكل كبير مع مش هقول المزاج العام مع التوجه الـ الـ الشعبي المصري يعني فكره انه دايما حاسس دايما تجاه القضية الفلسطينيه ما فيش انفصال دايما ما بين توجه الدوله وتوجه الشعب وهناك صحيح. رغبه واحده وهناك اتفاق على موقف واحد دين صحيح. فهي لفته طيبه جدا ومش غريبه خالص على الدوله المصريه. صحيح. اذا مهرجان العالمين بينطلق بعد ايام في مدينه العالمين، مهرجان موفر للطاقه، اغلبيه فعالياته هتعقد في الصباح، عدد كبير من النجوم، حفلات فنيه يمكن هي في المقام الاول، في انشطه للطفل. في أنشطة رياضية كل ده اتكلمنا عنه بالتفصيل وكان بصحبتنا النقد الموسيقي مصطفى حمدي اللي نورنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر نورتنا يا مصطفى شكرا جزيلا مشاهدينا دلوقتي موجز لأهم وأخر الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكرا فسند التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لتقديم التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا، وتمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. وكذا في ضوء الرئاسه الموريتانيه الحاليه للاتحاد الافريقي من جانبه ثمن الرئيس الموريتاني اللفته الكريمه من الرئيس السيسي مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الاصعده مع مصر أفاد مصدر حكومي بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستتم اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يعقبها اجتماع للحكومة الجديدة، وأشار المصدر الحكومي إلى أن التغيير الوزاري يشمل نحو 20 حقيبة وزارية وعددا من المحافظين، ويشهد تغييرا شاملا ودمجا لوزارات واستحداثا لأخرى. وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا واكد المصدر الحكومي ان الحكومه الجديده ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الاولويات في مقدمتها تحسين الخدمات المقدمه للمواطن والاصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. واضاف المصدر انه سيتم الاستعانه بكفاءات وطنيه من الخبرات الدوليه لبعض الحقائب الوزاريه. اعلن مصدر حكومي مطلع ان الحكومه الجديده ستشهد تغييرات شامله في المجموعه الاقتصاديه واضاف المصدر ان حقائب التعليم والزراعه والبترول والكهرباء في مقدمه الوزارات التي سيتم تغييرها في السياق كشفت مصادر لقناه إكسترا نيوز عن اسماء الوزراء بالتشكيل الجديد وكذلك المحافظين الجدد مؤكده ان التغيير الوزاري سيشهد تعيين نائبين للرئيس الوزراء وهم كامل الوزير وخالد عبد الغفار كما اعلن مصدر رسمي اعاده تشكيل الهيئه والمجالس الاعلاميه خلال ايام بعد تسلم ترشيحات النقابات المهنيه ومجلس النواب والمجلس الاعلى للجامعات تواصل قوات الاحتلال عدوانها على انحاء قطاع غزه لليوم المئتين وواحد وسبعين على التوالي وسط استمرار ارتكاب المجازر واستهداف النازحين في مختلف انحاء القطاع واستهدفت قوات الاحتلال منازل في حي الشيخ رضوان في مدينه غزه كما استهدفت مدفعيه الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزه واطلقت طائرات الاحتلال المروحيه النار على حي الشجاعيه شرق مدينه غزه في الاثناء اعتبرت السلطات الصحيه في قطاع غزه ان ارغام الاحتلال المستشفى الاوروبي شرق خان يونس على الاخلاء والخروج عن الخدمه كارثة إنسانية تعمق الأزمة الصحية في القطاع بشكل غير مسبوق وبشكل يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى حض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم اطلاق عمليه جديده قرب خان يونس ورفح الفلسطينيه في قطاع غزه، وقال قصر الاليزي في بيان ان ماكرون اعتبر خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو ان اي عمليه اسرائيليه جديده لن تؤدي الا الى تفاقم الخسائر البشريه والاوضاع الانسانيه الكارثيه، وشدد ماكرون على ضروره التوصل الى وقف فوري ودائم لاطلاق النار في قطاع غزه. اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه استشهاد اربعه فلسطينيين في قصف مسيره اسرائيليه لمخيم نور شمس بطول كرم بالضفه الغربيه المحتله كما اقتحمت قوات الاحتلال عده مدن وبلدات بالضفه الغربيه من بينها بلده يطا والسموع جنوب الخليل كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بمخيم جنين هذا واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني اصابه ثلاثه اشخاص برصاص قوات الاحتلال في بلده بيتا جنوب نابلس اصدر الرئيس التونسي قيس سعيد امرا بدعوه الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسيه في السادس من اكتوبر المقبل وكان الرئيس التونسي قد اكد في وقت سابق ان كافه الانتخابات القادمه ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسيه عزى الرئيس الامريكي جو بايدن سبب سوء ادائه في المناظره التي جرت الخميس الماضي بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسيه المقبله دونالد ترامب الى الارهاق الناجم عن سفره الدولي المتكرر في الفتره الاخيره. من جانبه استبعد البيت الابيض خضوع بايدن لاي اختبار معرفي مشيرا الى ان بايدن كان يعاني من نزله برد اثناء المناظره. انتهى موجز التاسعه وعوده لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مصر مرحبا بحضراتكم من جديد النهاردة الحكومة الجديدة هتؤدي اليمين الدستوري أمام السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والطبع الحكومة الجديدة هتواجه تحديات اقتصادية كبيرة وهتعمل هتعمل على تنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وأيضا مواجهة التضخم يمكن شفنا يعني حاجات جديدة في ترشيحات الوزارية وبعض العواجل اللي كانت موجودة عبر قناة أكسترا نيوز استحداث بعض الوزارات وخليني أقول إن يمكن حقائب وزارية مختلفة لوزارات قائمة بالفعل وحاجة جديدة كمان يمكن شفناها وهي بعض النواب للوزراء يعني مصادر لأكسترا نيوز نهاد شاهين علي نائبا لوزير النقل وجد شحات عبد الحكيم نائبا وزير النقل كمان بقينا نشوف اثنين نواب للوزارات يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة منتصر منع نائبا لوزير الطيران المدني غدا مصطفى لبيب نائبا لوزير الاتصالات رأفت عبد العزيز فهمي نائبا لوزير الاتصالات سيد اسماعيل علي نائبا لوزير الاسكان والكثير من النواب ويمكن دي الجديد من الـ او اللي احنا شايفينه جديد في هذا التشكيل يا مصطفى يعني عن فكره الدمج اللي انت قلتيها والاستحداث وعن فكره استحداث وزارات جديده وعن م. فكره تصعيد قيادات شبابيه وعن فكره وجود عدد كبير من النواب ل رئيس مجلس الوزراء اللي هو بقى لينا ايبين وعدد كبير من الوزراء اللي بقى ليهم اكتر من نائب أه نتكلم أه عن التحديات ايضا الاقتصاديه اللي هتواجه الحكومه الجديده ملفات كتير جدا هنحلل فيها أه الشكل الجديد لهذه الحكومه اللي هتؤدي النهارده اليمين الدستوريه في يوم تاريخي وفاصل في حياه الشعب المصري يوم, يوم 3/7 أه رحبوا معنا ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد يعقوب مسؤول الملف الاقتصادي في اليوم السابع اللي هيكلمنا عن كل ما ذكرناه سابقا اهلا بك استاذ احمد صباح الخير استاذ بسنت صباح الخير استاذ مصطفى واهلا بالساده المشاهدين اهلا, أهلاً بحضرتك حكومه جديده عندها تحديات اول هذه التحديات التحدي الاقتصادي قبل ما اخش في الاستحداث والدمج وخلافه هتكلم في الشارع والشارع هنا اللي يهمني هو البوصله التحدي الاقتصادي ضبط الاسعار ايجاد مصادر بديله للعمله الاجنبيه العمل على ملفات زي السياحه وعندنا مهرجان مهم زي الصناعه عندنا حقيبه مهمه راحت لوزير مهم كل ده ترجمته ازاي قدامك الحقيقه في البدايه خلينا نقول ان الملف الاقتصادي هو اولويه الاولويات بالنسبه للحكومه الجديده اللي هتؤدي اليمين الدستوريه النهارده ليه الملف الاقتصادي لان فيه الاقتصاد العالمي بيمر بتباطؤ في معدلات النمو ارتفاعات في الاسعار بشكل كبير على مدار الاربع سنين اللي فاتت استدعت ان البنوك المركزيه ترفع الفائده ودي كانت تاثيراتها كبيره على بيئه الاستثمار العالميه دي انعكاسات على الاقتصاد المصري مهمه وبالتالي الحكومه الجديده عن طريق استحداث وزارات متخصصه في ملف الاستثمار والتجاره الخارجيه بالاضافه الى ان كمان يعني وفكره وجود النواب الكتيره وفي نفس الوقت كمان التنسيق الجهود ما بين الوزارات المعنيه والجهات الحكوميه بينها وبين بعضها ده اولويه مهمه خلال المرحله المقبله. المواطن المصري استاذ مصطفى عايز يشوف يعني فكره الاسعار هو ده الاولويه بالنسبه له الفتره الحاليه، خفض الاسعار تدريجيا خلال المرحله المقبله ده الاولويه وخفض معدل التضخم. تحديدا الثلاث شهور اللي فاتت معدل التضخم انخفض في مصر تدريجيا ل 27% استهداف البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومه ان هو ينزل لاقل من 10% خلال الشهور المقبله وبالتالي ده بيستتبع ان الحكومه الجديده بالتنسيق مع البنك المركزي لان البنك المركزي دوره الاساسي هو استقرار الاسعار برايس ستابيليتي وده دور البنوك المركزيه في العالم كله وبالتالي الفتره المقبله هتحتاج ان التعامل مع ملف الاسعار والتضخم الملف الثاني المهم زيادة الانتاجية في القطاعات المهمة زي الزراعة والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة وأنا بشوف أن الثلاث قطاعات دول هما الأهم خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري ببساطة جديدة لأن يعني أنت كل ما بتزود انتاجية السلع والمنتجات من القطاعات دي ده بتزود المعروض منها في الأسواق والقاعدة الاقتصادية البسيطة كل ما بتزود المعروض من أي سلعة كل ما سعرها بينخفض في الأسواق وكمان بتزود فرص التصدير للخارج كدوله مصريه. اولويه الحكومه كمان خلال الفتره المقبله الثالثه هي الفكره الخاصه بجذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ورؤوس الاموال والعمله الاجنبيه. في مصادر خمسه للعمله الاجنبيه للاقتصاد المصري، السياحه، الصادرات المصريه لدول العالم المختلفه، تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالاضافه الى سويس. قطاع قناه السويس طبعا وايرادات قناه السويس واخيرا قطاع المتعلق بجذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر سواء المباشر وغير المباشر في ارقام مهمه في الاستثمار غير المباشر ورصيد تقريبا احنا بنتكلم على 33 مليار دولار استثمارات اجنبيه غير مباشره صفقات استثماريه كبرى تم الاعلان عنها مؤخرا سواء المشروع الخاص امبارح والتكامل ما بين الحكومه والقطاع الخاص باستثمارات تريليون جنيه في خمس تطوير 5500 فدان في الساحل الشمالي، قبلها صفقة رأس الحكمة 35 مليار دولار، قبلها يوم السبت والحد اللي فاتوا كان المؤتمر شديد الأهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وده إجمالي التعاقدات الخاصة به ومذكرات التفاهم 67.7 مليار يورو. الأرقام دي مهمة، ترجمتها إلى مشروعات حقيقية متسارعة البيس او وتيره تنفيذ هذه المشروعات ده تحدي مهم امام الحكومه لان الفكره الاساسيه لما انت بتستحدث وزاره جديده جديده للاستثمار والتجاره الخارجيه وبالتالي في اولويه تم استحداث هذه الوزاره في الحكومه الجديده ان هو يكون الملف تحت قياده انا يعني اعرف الوزير الجديد هو حد مشهود لي بالكفاءه في ملف بنوك الاستثمار وبالتالي الفترة المقبلة مع التواصل مع العالم الخارجي ملف الاستثمار والتجارة الخارجية ملف الاستثمار والتجارة الخارجية هو الأولوية الثالثة يعني احنا بنتكلم على الأسعار وضبط الأسواق بنتكلم على تعزيز موارد العملة الأجنبية والاستثمار وغيرها من موارد العملة الصعبة والحاجة اللي أنا بشوفها برضو ملحة خلال المرحلة المقبلة التواصل المباشر مع المواطنين م. احنا عندنا دلوقتي الحكومة الجديدة احنا بنتكلم على 32 وزارة تقريبا اتغير عشرين وزير يعني في عشرين وجه جديد في الحقائب الوزارية المختلفة تم ضخ دم جديد صحيح وحركة المحافظين حركة المحافظين إحنا بنتكلم على سبعة وعشرين محافظة تقريبا عشرين محافظة في وجوه جديدة في واحد وعشرين محافظة تحديدا شوفنا سيدات كمان هيكونوا وسيدات محافظين. نسبة تمثيل مم. المرأة والشباب عن طريق مم. الأدوار الخاصة بنواب مم. الوزراء ونواب المحافظين ونواب رئيس مجلس الوزراء دي نقطة مهمة جدا في كمان الحكومة الجديدة آخر نقطة هو النزول بسن الوزراء يعني أنا الملمح العام للوزراء في الحكومة الجديدة والمحافظين اللي مطروحين ونوابهم أنا أعتقد أن في انخفاض في معدل السن وده شباب دفع الشباب وعنصر طبعاً. المرأة وده مهم للمرحلة المقبلة في مزيد من التواصل مع المواطن هو الحقيقه على هو الفكره مش مراه او رجل هو الفكره من الأكفأ يعني صحيح. هي دي الفكره صحيح. طيب بنتكلم ما يقرب من شهر حتى الاعلان حتى تم الاعلان عن الوزراء الجداد او او الحكومه التشكيل الحكومي الجديد خدوا وقت كبير قوي عشان ينقوا كوادر طليق بهذه المرحله اللي هي في الحقيقه حرجه جدا عجبني قوي ان حضرتك من شويه اتكلمت عن معرفتك بوزير الاستثمار الجديد وانه هو رجل تم الاشاده به من قبل العديد من الجهات المختلفه ان هو يليق تماما بهذا المنصب في هذا الوقت تعرف ايه ثاني حبينا تحكي لنا اكتر عن الوزراء الجداد اشتغلوا ايه قبل كده يعني احكي لنا اكتر عنهم الحقيقه طبعا في دمج لوزاره التخطيط والتعاون الدولي وانا اعرف بشكل شخصي الوزيره المسؤوله عن الملفين دول وفكره الدمج بين الوزارتين دول تحديدا ل اولا زياده كفاءه الاداء والعمل الحكومي بتتكلم على دكتوره رانيا المشاطه دكتورة رانيا المشاط والحقيقه دمج الوزارتين دول اهميته ان التخطيط ده بتخطط للتنميه المستدامه والخطط الاقتصاديه المستقبليه للدوله المصريه التعاون الدولي هو ملف مهم وهي كانت مسؤوله ملف التعاون الدولي ووزيره التعاون الدولي في الحكومه السابقه وبالتالي التكامل بين الملفين دول التعامل مع المؤسسات الماليه الدوليه والاطراف الدوليه وكمان شركاء التنميه الدوليين ورسم ده مهم. ملامح ورسم الخطط والملامح الاقتصاديه في م. فكره التخطيط وبالتالي التكامل بين الملفين والدمج بين الملفين مهم خلال المرحله المقبله ده بالنسبه للتخطيط والتنميه الاقتصاديه والتعاون الدولي الحاجه الثانيه المهمه زي ما اتكلمنا على الاستثمار والتجاره الخارجيه في كمان التموين والتجاره الداخليه والحقيقه برضو كفاءه مهمه الوزير الجديد لان هو اثبت يعني طبعا هو كان رئيس هيئه البريد وقبل كده كان آه كمان آه رئيس آه بنك نصر الاجتماعي فدي كله عند خبر عنده خبره في طابور شرف عاملينه كمان صحيح آه وده مشهد مهم جدا أيوة الحقيقه أيوة. اللي عاملين آه معاه تقديرا صحيح العاملين في هيئه البريد فكان ممر شرفي آه مهم ده ملمح مهم ان كمان استكمال مسيره العمل الوطني بالنسبه للافراد يعني كل واحد في هذه آه البلد ليه دور ليه دور ان هو بيستكمل دوره الوطني صحيح. في أماكن مختلفة طبقا لمتطلبات وأولويات وأجندة الوطن في المرحلة المقبلة لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة في تحديات إقليمية وعالمية متسارعة وفي حالة الانسرتينتي أو عدم اليقين إن محدش عارف بكرة في إيه وبالتالي الحالة دي بتعمل ضبابية في العالم كله والاقتصاد العالمي في فكرة التخطيط للمستقبل صحيح وبالتالي أنت لما في الوزارات كمان الجديدة في التركيز على ملف الصناعة الحقيقة دمج الصناعة مع النقل م. انا عايز اقف عندها لان في ناس كتير تقول ايه علاقه الصناعه بالنقل انا عايز اتوقف برضو عندها كان في اختبار مهم جدا لملف الصناعه لما حصلت حرب 7 اكتوبر في قطاع غزه وحصل معاها في الداخل المصري حمله لمقاطعه كل المنتجات الاجنبيه او الامريكيه او الاوروبيه اللي بتدعم دوله الاحتلال وده خلينا نتوقف عنده كان اختبار مهم لمنفذ الصناعه نجح فيه من نجح ورسب فيه من رسب في شركات طلعت من تحت في مجال المشروبات الغازيه مثلا وكان اثبتت انها ناجحه وفي مشروبات فشلت في كمان في كل المجالات مطاعم وجبات سريعه صح الكلام اللي انا بقوله ولا صحيح. صحيح طيب انا لو انا بقى هشتغل على الملف ده مع حد فاهم زي المهندس كامل وزير اثبت كفاءه في عدد كبير من الملفات قبل كده هل تعتقد ان هو ممكن ينقل مصر لدوله صناعيه دي نقطه مهمه جدا فكره الاهتمام بتطوير المنتج المحلي والصناعه الوطنيه وحضرتك لفت انتباه الساده المشاهدين لحاجات مهمه جدا خاصه بحملات المقاطعه اللي تزامنت مع الحرب الاسرائيليه الغاشمه على قطاع غزه عايز اقول لحضرتك ان الملف ده محتاج نقله كبيره الفتره المقبله عن طريق اولا ان حد ينزل في الميدان يشوف المتطلبات بتاع بتاعه المصانع وينزل في الموانئ لان هو برضه في تكامل اولا صناعه النقل دي لها علاقه بقطاع الصناعه وبالتالي في اسمها صناعه النقل وانا سافرت العديد من دول العالم والمصانع الكبرى في العالم هي صناعه بيسموها ترانسبورتيشن إندستري فهي لها علاقه بقطاع الصناعه التكامل بينهم مهم عن طريق الشخصيه اللي بتتولى الملف ده اولا هو نائب رئيس الوزراء وهيكون وزير للنقل وزير للصناعه ليه نائب رئيس الوزراء هيشرف على عده حقائب وزاريه اقتصاديه اقتصاديه بتحدث نقله في الملف ده في ملف الصناعه وبالتالي ده زي مثلا مهمة. الاستثمار مثلا اه يعني التكامل ما بين الاستثمار والتكامل ما بين التخطيط والتعاون ده الدولي ده. التموين والتجاره الداخليه بالاضافه الى قطاع النقل والصناعه الشخصيه المنضبطه الفريق كامل الوزير طبعا وهو بينزل كمان الجولات الميدانيه دي مهمه الفتره المقبله بتحتاج التكامل وتضافر الجهود بين المجموعه الاقتصاديه وبالتالي احنا شفنا حتى استاذ مصطفى في التعديل او التغيير الوزاري الحالي ده تغيير شامل في الحقائب الاقتصاديه الوزاريه وكمان استحداث ودمج وزارات في الحقائب الوزاريه الاقتصاديه ده لاحداث نقله في مستوى جوده الخدمات الحكوميه ومستوى الاسعار وخفض الاسعار خلال المرحله المقبله ضبط الاسواق بالاضافه الى ان كمال تضافر الجهود ما بين ان يكون حد مشرف على الملف ده تحت طبعا رئاسه رئيس مجلس الوزراء فانا اتوقع ان خلال المرحله المقبله مع فكره تسارع مستوى الاداء وان ضخ دماء جديده وكمان في نواب علشان توزيع المهام الحكوميه وكمان فكره يعني في فكره مهمه جدا في دمج الوزارات بينها وبين بعضها، يعني مثلا فكره التعاون الدولي والتخطيط، فكره الخارجيه والهجره، اولا ده في في اطار سياسه ترشيد الانفاق الحكومي، بالاضافه الى تكامل الملفات بينها وبين بعضها تحت رئاسه وزير وفي عناصر بتساعده وفريق عمل فكرة التيم وورك خلال المرحلة المقبلة مهمة آخر وزير عايز أقف عنده هو أحمد كوجك وزير المالية الجديد الحقيقة أنا بتعامل معاه بقالي أكتر من عشر سنين هو البروفايل بتاعه كان فين؟ البروفايل بتاعه كان نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية لمدة 8 سنين مم. وكان أشرف, أشرف, أشرف على إيه؟ أشرف على الملف في ملفين مهمين جدا في الاقتصاد ملف المونيتري بوليسي او السياسه النقديه ده بيشرف عليها وبينفذها البنك المركزي المصري بالاضافه الى ملف الفيسكال بوليسي او السياسه الماليه ده بتشرف عليها وزاره الماليه ببساطه جديدة عشان الساده المشاهدين السياسه الماليه دي تستهدف خفض عجز الموازنه زياده الموارد الخاصه بالدوله السيطره على الدين العام دي كلها ملفات اعصب وزاره الماليه زي ملفات السياسه النقديه في البنك المركزي ده اسعار الفايده والتضخم والحاجات الاساسيه بتاع شغل البنك المركزي أحمد كوزك الوزير الجديد للمالية هو ابن وزارة المالية عنده علاقات دولية واسعة وهو اللي أشرف كمان على مراحل التفاوض والقروض الخاصة بصندوق النقد الدولي ودي مهمة جدا في التعاون مع المؤسسات المالية الدولية اشتغل فترة في البنك الدولي وبالتالي دي اكسبوجر أو خدمة أو خبرة مهمة يقدر يخدم من خلالها المنظومه بتاعة السياسه الماليه اشتغل في البنك الدولي اشتغل في البنك بانك. الدولي وكمان آه, اه وكمان الماستر والدراسات العليا من جامعات بريطانيه وامريكيه متل هو كفاءه مهمه وشاب مم. يعني عنصر الشباب وعنصر الكفاءات لان كان التوجيه القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه في خطاب التكليف ان الاهتمام باكتذاب الكفاءات الدوليه ان هي تكون عناصر فاعله خلال المرحله المقبله في الحكومه وده اللي خلى المشاورات واكثر من 130 اجتماع على مدار شهر مم. ليه؟ لانتقاء افضل الكفاءات عشان المرحله المقبله الخمس او ست سنين المقبله الظروف دقيقه ومتسارعه وغير يعني غير ضبابيه يعني غير معلومه او غير مش احنا بس العالم كله يعني دول كبيره بدون ذكر احياء بتمر بازمات اقتصاديه كبرى يعني وخلينا لا نغفل عن التحديات الدوليه اللي احنا بنمر بيها دي حقيقه ضغوطات كل مدى بتبقى اكبر واعنف من الاول اقليميه ودوليه ومحليه خلينا نقول طبعا الازمات الاقتصاديه والطاقه اللي احنا بنمر بيها دي ازمه بنمر بها هل النهارده الدكتور مصطفى مدبولي كان اتكلم على عقد اكتر من 65 اجتماع تقريبا لاختيار الكوادر التي تليق بهذه المرحله خليني اقول يعني اسمها ايه مصطفى ساعدني فيها لكن الضغط الكبير الموجود على الحكومه تحديات كبيره موجوده على عاتق الحكومه الحاليه هل هم هيعملوا ايه عشان يرضوا الشعب المصري النهارده تحديات كبيره لكن يعني كوادر كمان طليق بهذه التحديات ايه في رايك ايه الخطوات الجاده القادمه اللي هتتخذها الحكومه القادمه سريعا لارضاء الشعب المصري لو نعمل قراءه تحليليه لتحديات المرحله المقبله وما تتطلبه م. هذه المرحله الدقيقه اولا مزيد من التواصل مع الشارع المصري ده اهم حاجه آه ان كل المسؤولين سواء محافظين جدد ونوابهم ينزلوا وزراء جدد ويشوفوا ونوابهم ينزلوا يتفاعلوا ويبقى فيه انخراط في التفاعل مع المواطن المصري لان م. انت جاي عشان تخدم والله لو الشارع. والله العظيم لو في ازمه والشارع حس ان ان في مسؤول بينزل هيوقف مع الحكومه فكره ان انت جاي على تحس تخدم الموضوع. رجل الشارع، أيوة. تخدم المواطن، ومصر بلد كبيره، 106 مليون، وعندنا قرب ال مليون ضيف، وبالتالي التحديات كبيره ولكن فكره مزيد من التواصل مع الشارع المصري مم. والوقوف على المشكلات والتحديات وسرعه حلها ده رقم واحد. رقم اثنين المهم هو التركيز على القطاعات الانتاجيه، زراعه وصناعه وتكنولوجيا معلومات واتصالات وبنيه تحتيه وطاقه جديده ومتجدده. النقطه الثالثه المهمه هو التكامل والتنسيق والتشاور ما بين م. مجلس المحافظين وما بين مجلس الوزراء عن طريق الاجتماعات م. المشتركه آه الوقوف على التحديات ما بين الاداره المحليه وما بين الوزراء نفسهم بالاضافه الى ان كمان الاستماع الى منصات مختلفه لتلقي الفيدباك الخاصه بالجمهور سواء منصه National ديالوج او الحوار م. الوطني وفي مخرجات مهمه آه للحوار الوطني لابد ان الحكومه دي تشتغل على تنفيذها مم. سواء في الملف الاقتصادي او غيرها من الملف الاجتماعي او غيرها وبالتالي آه كمان الاستماع الى المنصات المهمه زي اتحاد الصناعات المصريه الوقوف على التحديات الخاصه بالصناع اتحاد الغرف التجاريه آه النزول للمحافظات نفسها ونشوف ايه المشكلات بتاعه التجمعات الاعمال او مجتمع الاعمال ورجال الاعمال والمستثمرين لتشجيع الاستثمار المحلي ده مهم جدا ان هو آه يعني بانوراما للعمل متخد... متعدد ومختلف الجهات <تصفيق> <تصفيق> طيب احنا هنروح لفاصل سريع لكن من بعده هنرجع نكمل كلامنا اكيد مع ضيفنا اللي منورنا الكاتب الصحفي احمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الاقتصادي بعد الفاصل تابعونا مرحبا برحب مره ثانيه بضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد يعقوب مسؤول الملف الاقتصادي في اليوم السابع والحديث متواصل عن تشكيل الحكومه الجديده، التحديات اللي بتواجه هذه الحكومه ازاي تقدر ترضي الشارع المصري فيما يتعلق تحديدا بالملف الاقتصادي، ازاي تتواصل في عدد كبير من الملفات، يمكن اتكلمنا عن ملف الصناعه والتحديات المرتبطه به، اتكلمنا عن خفض الأسعار والتحديات المرتبطة بيه ما زال الحديث متواصل عن مصادر العملة الصعبة وملف السياح أستاذ أحمد ملف السياح محتاجين مايسترو يعزف بانتظام المتحف المصري الكبير مع مهرجان العالمين مع الشواطئ المصرية مع منظومة الطرق والكباري والبنية التحتية اللي اتعملت في المطارات وفي المدن يستغل كل ده ونقلنا في حتة تانية احنا مش اقل من اسبانيا ولا اقل من تركيا ولا اقل من دبي احنا عندنا بنية تحتية تضاهي الناس دي ويمكن احسن واسعارنا على فكرة خفض العملة الصعبة ده في مصلحة السائح ان هو يجي صحيح. يصرف اكتر صحيح. تفتكر الوزير الجديد البروفايل بتاعه يقدر يسمح بده يمكن الوزير اللي فات ما سمعناش عنه كتير انه اشتغل في الملف ده بالشكل ده أه انا بعتبر ان ملف السياحه واحد من ابرز الملفات اللي لازم تشتغل عليها كل الحكومه خلال المرحله المقبله. ليه؟ لان عندك الجراند ايجيبشن ميوزيم او المتحف المصري الكبير وسيتم افتتاحه خلال المرحله المقبله وبالتالي ده اكبر متحف في العالم لحضاره واحده، فانت لازم تستغل وجود اكبر متحف في العالم، وانا حتى لما سافرت لندن في البريتش ميوزيم اكثر الاجنحه اقبالا من كل الرواد للمتحف البريطاني الجناح المصري طيب انا انا كان عاجبني بس انتوا بتتكلموا قبل ما نرجع في فكره ايه اللي ناقص وقعدت افكر يا فضلت ساكته وقاعده بفكر كده طب هو ايه اللي ناقص فعلا لو بس انت لفت العالم فعلا حرفيا فيمكن تقدر تدينا اجابه يا مش الدرجه بس يعني <applause> هقول لحضرتك ايه مثلا انا كنت احدى احدى الدول المشهوره جدا جدا يعني والاقي في زباله في الارض ودوله اوروبيه لكن الناس عايزه تروح تاخد الصوره دي، فهل النهارده تاثير السوشيال ميديا مش مفهوم قد ايه هو قوي، يعني من كتر ما هو قوي هو الموضوع ابتدى يبقى بجد هو مش مفهوم، صحيح. يعني انا فضلت متنحه انه انتوا بتعملوا كل ده عشان تاخدوا الصوره دي، ما حاجه ما مفي مفي قصه، بس يعني توري فال الناس رايحه عشان صحيح. خاطر تاخد الصوره مع توري فال، لكن ما فيش اي عامل جذب او ابهار تاني غير كده. يعني عادي كل حاجه عاديه صحيح فالنهارده هل إيه اللي اما قعدت افكر وانتم بتتكلموا ايه اللي ناقص؟ هل احنا ناقصنا الماركتنج الصح؟ احنا ناقصنا اول حاجه البيهيفير السلوك ده رقم واحد انا يعني صدقني بشوف... الدول كلها بقت الشعوب فيها بتتصرف تصرفات مش احسن حاجه صدقني و... و... لكن ال... العقل المجتمعي والسلوك المجتمعي ده دور الاعلام وده دور الحكومه وده دور السلوكيات والاسره التنشئه من البيت ده مهم جدا في فكره السلوكيات للتعامل مع إيه اللي فكره الحملات الخاصه بالتوعيه بسلوكيات التعامل مع السياح انا بشوفها ان بتجيب نتيجه جدا وتحديدا استخدام من سواق التاكسي كل ما يتعامل مع حتى موظف المطار اللي بيستقبل السائح اللي الناس اللي بتتعامل مع الاجراءات والفيديو بلوجرز تلاقيهم سايبين كل الجمال ومركز على الحكم. صحيح لان خلي بال حضرتك استخدام المنصات الخاصه بالسوشيال ميديا والوسائل اللي بتوصل للناس كل الناس معاها موبايلات دلوقتي وسمارت فونز فلما تبقى عندها الحملات دي انت قادر تبعت لها على الواتساب او على المنصات دي بتتقاطبهم على المنصات السوشيال ميديا بشكل سريع ده بتجيب نتيجه على فكره وبتغير في السلوكيات عايز اقول لحضرتك ملمح مهم جدا يا استاذ مصطفى لما حضرتك في اماكن هنا في مصر لما بتروحها وتلاقيها بيئه منظمه ونظيفه انت شخصيا بتبقى جزء من النظافه وجزء من السلوكيات اللي موجوده في المكان ده. بمعنى. وبالتالي دور الحكومه ان هي الكود بتاع التعامل بتاع كل الاماكن سواء تفرد. الاماكن السياحيه م. او الاماكن الشاطئيه او الاماكن حتى اللي بيرتدها سياح لازم يبقى في كود وانضباط وتنفيذ للقانون. هو في أكثر من قانون المرور؟ انت كنت اصلا تراهن ان الشارع المصري ممكن ينضبط صحيح لكن لما المواطن جات له غرامات وعرف ان الله حق ولقى ان في رادارات صحيح صحيح نقطه البيهيفير دي رقم مهمه جدا النقطه الثانيه البروموشنال كامبينز او الحملات الترويجيه في الخارج انا ازعم يعني وانا لفيت دول العالم كلها ازعم ان احنا عندنا اجمل شاطئ في العالم يعني 550 كيلو من اسكندريه لحد حدود مع ليبيا دول اجمل شاطئ العالم مش بشهادتنا ريفيرا بشهاده ناس كتير جدا حقيقي. اجانب وناس مالديف انت ما بتشوف مسؤولين بتشوف في رجلك في الملفات الدوليه ومؤسسات دوليه, دولية, دولية برا برا. بيتكلموا كده انت عندك 2700 كيلو شواطئ بحر احمر وبحر آه متوسط عندك افضل مناطق الدايفنج في العالم كله الغوص بحر الاحمر إيه؟ اجمل مناطق في العالم الغوص عندك تلت اثار العالم عندك اكبر متحف لحضاره واحده في التاريخ يظل اللغز بقى يعني أنا لا هتكلم في طاقة ولا هتكلم في صناعة، لماذا لا تستغل مصر مواردها السياحية؟ أولاً أول انطباع عند أي واحد أجنبي وإحنا شفنا أجانب كتير عن مصر يقول لك إيه؟ الفراعنة. أول حاجة. صح ولا أنا غلطان؟ طبعاً يعني أنا ده الانطباع الأول أنا ليه ما استغلش هذا الأمر؟ حملات توعية، أنا بشوف إن الإعلام ليه دور، الحكومة لها دور، المنظمات، منظمات المجتمع المدني لها دور، كل الأطراف الفاعلة في منظومه السياحه لازم تحت مظله الوزاره الجديده في الحكومه الجديده واحنا بنتكلم انا يعني دي ترننج بوينت او نقطه تحول الحكومه دي ليه حجم التحديات كبير وحجم متطلبات واحتياجات المواطنين من الحكومه كتير قوي وبالتالي الفتره المقبله لازم الحكومه فعلا في, في توقيت حرج جدا وخلي بال حضرتك يعني انت لو انا من وجهه نظري ان مصر لازم تكون في التوب 10 في العالم من افضل 10 مقاصد سياحيه في العالم. مم. ليه؟ ليه؟ لان يعني انت عندك تنوع في المنتج السياحي مش موجود في اي حته في العالم، سياحه مم. علاجيه، سياحه مؤتمرات وحفلات و آه احنا بنتكلم على مهرجان العالمين، واحد من اهم المهرجانات في منطقه الشرق الاوسط. النقطه الثالثه آه الشواطئ 2700 كيلو شواطئ واعتدال الجو على مدار السنه وكمان الساند بيتشز بتاعة الساحل والمياه الفيروزيه بكل درجاتها، اعتدال الجو على مدار ال 12 شهر المدن المليونية اللي بيتم إنشائها رأس الحكمة الجديدة أو العالمين الجديدة دي مدن مليونية لامتصاص واستيعاب الزيادة السكانية بالإضافة سبحانية. إن كمان تكون شغالة على مدار ال 12 شهر كمان عندك تلت آثار العالم ده كله محتاج خطة سياحية شاملة للنهوض بالمنتج السياحي المصري إحنا بنتكلم السنة اللي فاتت بالمناسبة ده أكبر عدد سياح زار مصر على مدار تاريخها كله 15 مليون سائح وجابت ايرادات تقريبا 14 مليار دولار انت مم. قادر ان انت تضاعف هذا الرقم والجزء في الاول من السنه دي اعتقد 7 مليون سائح لو صحيح أنا في النص الاول مم. في النص الاول 7 مليون سائح مم. وبالتالي انت تقدر في خلال الخمس او ست سنين اللي جايين تضاعف عدد السياح دول ل 30 وانا في اعتقادي إن شاء الله. لو تم الاهتمام بملف السياحه واعطاء الاولويه للدوله المصريه خلال المرحله المقبله مع الزراعه والصناعه الاقتصاد المصري هيكون في حته حاجه من 7% معدل نمو مش امتصاص آه 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 كل اللي الخريجين اللي بيلتحقوا بسوق العمل وبالتالي السياحه والقطاعات الانتاجيه زي الزراعه والصناعه وقطاع الطاقه الجديده والمتجدده ده اهم ملفات شاء الله. امام الحكومه الجديده وانا ازعم طبعا الحكومه الماضيه آه آه بالفعل ادت دورها في ظروف بالغه الدقه والتعقيد وازمه فيروس كورونا وحروب وتوترات جيوسياسيه تاثر على اي حد ولكن مم. الفتره المقبله انا اعتقد ان الحكومه الجديده هتعمل نقله في الاداء الحكومي وتثبيت متطلبات المواطن المصري. احنا متفائلين ان شاء الله بالحكومه الجديده بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق وبنشكرك الكاتب الصحفي احمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الاقتصادي كل الشكر ليك يا فندم على وجودك. شكرا معي. بشكر حضراتكم وبشكر الساده المشاهدين. كنا على مدار ثلاث ساعات فتحنا عدد كبير من الملفات منها ملف الحكومه الجديده اللي النهارده ان شاء الله هتؤدي اليمين الدستوريه امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمه الاداريه. النهارده ايضا 3/7، النهارده يوم التفويض، يوم ما خرج المصريين في شوارع مصر ضد حكم الاخوان أه وحصل نوع هذا الامر ولذلك اعتقد ان ده يوم تاريخي ايضا للحكومه لما نربط هذا الامر بهذا الامر. بكده خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، بنصبح عليكم مره ثانيه، صباح صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير.